مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير. اهلا بكم في كورس ويب ديفلوبمنت المقدم من دي اس سي هندسة القاهرة. طيب ايه هي دي اس سي الاول قبل ما نبدأ؟ دي اس سي هو نشاط طلابي تابع لجوجل، موجود في اكتر من دولة في العالم، ومن ضمنها مصر، موجود الحمد لله يعني بقاله اكتر من سنة، ولكن دي اول سنة لينا ان شاء الله في هندسة القاهرة. بنقدم كورسات كتيرة ومن ضمنها إن شاء الله الويب ديفلوبمنت، ودي أول سيشن ليها إن شاء الله. هيكون معاكم عمر أحمد. أنا طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم كمبيوتر الفرقة الثانية. هكون معاكم إن شاء الله أول 4 سيشن، ومعايا زميلي الباشمهندس عبد الله طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم كمبيوتر الفرقة الثانية، وهيكون معاكم إن شاء الله آخر 4 سيشن. طيب تمام، دي الأجندة بتاعت النهاردة إن شاء الله اللي احنا هنشرحها. هنشرح مقدمة بسيطة كده عن يعني إيه ويب ديفلوبمنت، بعد كده هندخل في موضوع يعني إيه فرونت إند ديفلوبمنت، إيه هي التولز اللي احنا محتاجينها إن شاء الله على مدار الكورس. بعد كده هنكتب أول كود لينا في ال HTML وهنفهم الكلام ده كله إن شاء الله. هناخد شوية مصطلحات خاصة باللغة، يعني إيه تاجز، يعني إيه انلاين بلوك، يعني إيه كلاسز. بعد كده هناخد انترودكشن بسيطة كده للغة CSS. بعد كده في النهاية هنبدأ نعمل ريجستريشن فورم، أو اللي هو اللوجن بيج، اللي هي التسجيل، صفحة التسجيل اللي هي اللوج ان إن شاء الله هنعملها في نهاية السيشن إن شاء الله. طيب إيه هي الأسايمنت أو الأبليكيشن هنعملها إزاي، أو هتمشي معانا في الكورس إزاي؟ إحنا اخترنا بروجكت واحد، أو يعني أبليكيشن واحد هنشتغل عليه على مدار الكورس كامل. يعني النهارده مثلا هناخد مجموعه من التوبكس، هنستخدم المجموعه من التوبكس ديت عشان نقدر نعمل جزء معين من البروجكت دوت، وهكذا السيشن اللي بعديها، وهكذا لغايه ما ان شاء الله ما نوصل لنهايه الكورس. هتكونوا قادرين يعني هنكون عملنا موقع كامل بكل الجوانب بتاعته يعني ان شاء الله. طيب يلا نبدأ. عندنا أول حاجة نفهم يعني إيه ويب ديفلوبمنت. أنت دلوقتي كيوزر لما بتيجي تفتح البراوزر بتاعك وبتيجي تدخل على جوجل مثلا وتكتب فيسبوك، بعد كده بتدخل الموقع بتاع الفيسبوك، بتعمل لوج إن، بتفتح تلاقي المنشورات أو البوستس بتاعتك، بعد كده بتلاقي مثلا مربع البحث فوق، جنبيها الإشعارات، وجنبيها مثلا شاشة بتاعت الأصدقاء، وهكذا. تمام، ده اللي احنا بنسميه الفرونت، او الحاجه اللي هي بيشوفها اليوزر في الاخر، هي دي اللي بتظهر لك، هي دي اللي انت بتشوفها في الاخر. تمام، طب تعالى نرجع كده خطوه لورا. وانت بتسجل بتعمل ايه؟ بتكتب له الباسورد وبتكتب له اليوزر نيم، بعد كده بتدوس له لوج ان. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الداتا بتاعتك دي بتتبعت للسيرفر بتاع الشركه، اللي مش عارف السيرفر اللي مش عارف ايه معنى السيرفر. السيرفر ده هو كمبيوتر برضو، بس كمبيوتر بمواصفات اعلى شويه، في سرعته اعلى شويه، التخزين بتاعه اعلى شويه، ليه انواع كتيره. في عندنا حاجه اسمه في فايل سيرفر، او بيتخزن فيه الفايلات بتاعت مجموعه من الناس مثلا معينه، بتخزن فيه الداتا بتاعت ناس معينه، بتحط فيه، بتخزن عليه الويب بيجز مثلا معينه، وفي الحاله دي بتسمى ويب سيرفر. تمام، طيب اللي بيحصل ان الداتا بتاعتك دي بتتبعت للسيرفر دوت. السيرفر دوت بيبقى عليه برنامج برضو، البرنامج دوت بياخد الداتا بتاعتك ويروح يبص لي الداتابيز بتاعت الايه بتاعت الفيسبوك او بتاعت الشركه يعني عامه. تمام، بيتاكد يشوف هل الداتا بتاعتك اليوزر نيم اولا موجود. طب لو موجود، طب هل الباسورد اللي انت كتبته دوت متوافق مع اللي موجود عنده؟ لو تمام، بيروح باعت لك تاني الصفحه بتاعت الايه التسجيل بتاعتك، اللي هي بتدخل بقى وتشوف البوست بتاعتك، وتشوف الايه، وتشوف الاصدقاء بتوعك، وهكذا. تمام، طب لو حصل عكس، لو هو دور وما لقاش الداتا دي بتاعته، ما لقاش الداتا بتاعتك مظبوطه، فايه اللي بيحصل؟ ان هو بيبعت للفرونت بيقول لك لا، عيد ادخال الباسورد او اليوزر نيم تاني، في خطأ عندك. تمام، طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ هو اللي بنسميه الباك اند، او الجزء الباك اللي انت مش شايفه، انت ما بتشوفش عملية التسجيل ديت، ما بتشوفش ايه اللي بيحصل، او ايه الموقع بيبعت ازاي وبيستقبل ازاي، عشان تقدر تدخل على الايه الصفحة بتاعتك. ده كل اللي بتشوفه في الاخر هي صفحة او جرافيكس الايه الباك دوت بيبعته لك. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الفرونت وايه هو الباك.
تمام، وايه هي الداتابيز. نعمل بس سامري كده بسيطه لايه اللي بيحصل. تاني عندنا الفرونت بيبعت للباك تمام الداتا بتاعتك، بعد كده الباك بيروح يبعت للداتابيز بيتاكد الكلام ده مظبوط ولا لا تمام او مش مظبوط عامه. فالداتابيز ديت بترد تاني على الباك بالرسالة، بترد تاني على الباك بالداتا لو موجودة أو مش موجودة تمام. فالباك بياخد أكشن وبيبعت تاني لإيه للفرونت، وبيقول لك إذا كان الصفحة دي موجودة فبيدخلك عليها، أو مش موجودة فبإيه فبيقول لك عيد إدخال الباسورد تاني تمام. طب إيه اللي بيربط ما بينهم؟ حاجة اسمها الـ API. الـ API هي اللي بتاخد الداتا وتبعتها، وهي بتاخد الداتا من الباك وبترجعها تاني لإيه للفرونت تمام. طب إحنا باختصار شديد كده ممكن نقول إن الباك دوت هو حلقة الوصل ما بين الفرونت اند وما بين الداتابيز، هي اللي بتوصل الاثنين دول ببعض. هي اللي بتاخد الداتا من الفرونت تروح تعمل عليها شويه مانيبيوليشن، او يعني بتعدل عليها او مش بتعدل عليها او بتعمل عليها شويه عمليات كده تمام، بتروح تبعتها للداتابيز تمام، تستنى الرد من الداتابيز، بعد كده هي ايه تبعت تاني للفرونت. يعني هي ببساطه شديده جدا هي حلقه الوصل ما بين الاثنين تمام كده. في حد عنده سؤال بس في النقطة ديت قبل ما نكمل بالنسبة للويب ستيجيوس؟ طيب تمام. في صورة كده أنا الحقيقة لقيتها إنها يعني شرح الموضوع بشكل يعني انترستنج اكتر، ان هو الفرق ما بين الفرونت اند والباك اند. صوره شهيره جدا في اللي هو يعني الفيلم توم وجيري اللي احنا كنا بنشوفه زمان، ان هو ولحد دلوقتي الحقيقه، فهو ان المقدمه بتاعته شهيره اللي هي بتاعت الاسد ديت، بعد كده الكرتون بيبدا. هو ده اللي احنا كنا بنشوفه قدامنا كيوزر، كنا بنشوف او كاطفال كنا بنشوف الجزء ده قدامنا تمام. بس اللي بيحصل ان هو الجزء دوت هو ده يعني الباك جراوند، او اللي هو ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. يعني بغض النظر هل الكلام ده صحيح ولا لا، هو ده اللي بيحصل فعلا ولا لا، ولكن يعني هو ده ايه شكل مبسط شويه للفرونت اند والباك اند. احنا كاطفال بنشوف الجزء دوت، انما كطريقه التصوير واللي بيحصل هو ده اللي بيحصل تمام. طيب نبدأ بقى نشوف ايه هي الفرونت اند. الفرونت اند احنا محتاجين ايه عشان نبدأ نشتغل ونبدأ نعمل نكريت الفرونت اند. محتاجين لغات أساسية، 3 لغات أساسية، وهي ال HTML، ومحتاجين ال CSS، ومحتاجين لغة اسمها جافا سكريبت تمام. طيب احنا ممكن يعني نستغنى نقول ان هما جافا سكريبت مش أساسية قوي بالمعنى الأصح. يعني احنا ممكن نكريت يعني نعمل صفحة بال HTML وال CSS بس، يعني مش لازم جافا سكريبت، او هي مش شيء أساسي وهنفهم ليه بعد شوية تمام. طيب ده بالنسبة لي الجزء بتاع الفرونت اند. طيب محتاجين ايه بقى عشان نشتغل للباك اند؟ محتاجين ناخد مثلا شوية اوبشنز اللي احنا ممكن نشتغل في الباك اند. اول حاجة عندنا تكنولوجي اسمها نود جي اس، ممكن نشتغل بنود جي اس تمام. بس النود جي اس ديت عشان نشتغل بيها محتاجين نعرف جافا سكريبت تمام. ممكن نشتغل بحاجه تانية اسمها اي اس بي دوت نت، دي تبع مايكروسوفت تمام. طب عشان نعرف نشتغل بالاي اس بي دوت نت ديت لازم نكون عارفين سي شارب. هي سي شارب برضو دي لغه مدعمه جدا من مايكروسوفت، عشان كده هي في تقارب ما بينهم يعني. طيب ممكن نشتغل بحاجه تانية اسمها جانجو، عشان نشتغل جانجو لازم نكون عارفين بايثون تمام. واخر حاجة احنا ممكن نشتغل بالبي اتش بي، دي احنا مش محتاجين حاجة بقى معايا، هي البي اتش بي بيور بس كده. طيب في حد ممكن يسأل، طب هل احنا محتاجين احنا نشتغل كل ده، حاجات كتيرة جدا يعني كل ده عشان نعمل باك اند؟ لا، انت هتختار حاجة واحدة بس تشتغل بيها. احنا في الكورس ان شاء الله في الكورس دوت ان شاء الله هنشتغل نود جي اس، وهنكون عدينا على الجافا سكريبت في الفرونت اند، فباذن الله تدخل الباك اند وانت جاهز ان تتعلم الجافا النود جي اس من البداية لغاية الاحتراف يعني تمام. طيب ممكن حد برضو يقول لي، طب ايه الفرق ما بين يعني ما بينهم كلهم، لو احنا لو هو في كذا حاجة كده؟ طب يعني ليه في كذا حاجة كده بما ان هم كلهم بيأدوا نفس الغرض؟ هي دي الحقيقة ليها كذا إجابة. بتعتمد أولا على نوع الشغل، يعني في شركات بتطلب حاجات وفي حاجات يعني حاجات معينة فمطالب منك اللي انت تعرفها عشان انت هتشتغل فيها تمام. فانت يعني بتشوف الشركة دي شغالة بأني لغة بالظبط وبتتعلمها، ده سبب.
السبب التاني ان في لغات بتبقى افضل من لغات تانية في بعض الفانكشنز مثلا معين، زي مثلا الامان، زي السرعة وهكذا، سرعة اللغة، سرعة الاستجابة. فاختيار اللغة او اختيار الفريم اللي انت هتشتغل بيه بيبقى بناء على التطبيق اللي انت عايز تعمله، او بناء على الشركة اللي انت ان شاء الله هتشتغل فيها. تمام. نيجي بقى للداتابيز. الداتابيز برضو ممكن نشتغل بحاجة اسمها مونجو دي بي، ممكن نشتغل بحاجة اسمها ماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال دي طبعا يعني غنية عن التعريف، اكيد في معظمنا اكيد عارفينها يعني او شافها قبل كده. في حاجة تانية اسمها كوتش دي بي. تمام. طيب هل برضو احنا نشتغل بكل دول؟ لا، احنا هنختار حاجة واحدة بس ونشتغل بيها. في الكورس ده بتاعنا ان شاء الله هنتعلم المونجو دي بي في الجزء بتاع الباك اند. تمام. يبقى كده اختصارا احنا هنتعلم في الفرونت اند HTML جافا سكريبت CSS، تعلم في الباك اند Node.js. تمام. وفي الداتابيز هنتعلم المونجو دي بي. ندخل بقى في الجزء اللي هو الخاص بينا ان شاء الله، اللي هو هيطول معانا الاربع سيشن، وهو الفرونت اند. طيب احنا عشان نشتغل فرونت اند محتاجين ايه؟ محتاجين لغه اللي هي اسمها HTML. طيب ايه هي اصلا HTML ديت، او احنا بنستخدمها عشان ايه؟ ال HTML دوت هو العمود الاساسي للموقع بتاعي. الموقع بتاعي انا بستخدم ال HTML عشان اوصف انا عايز ايه في الموقع دوت، هو بعمل بيه الاستراكشر او البنيه بتاعت الموقع بتاعي. يعني على سبيل المثال انا عندي مثلا موقع عايز احط فيه صوره، عايز احط فيه زرار كده من تحت مثلا، عايز احط فيه يعني سيرش كده او الصندوق بتاع البحث كده من فوق وهكذا. فالحاجات دي بتتعمل بالايه؟ بال HTML، اللي انا بوصف او بقول ايه هي الحاجات اللي انا عايز احطها في البدايه في ال HTML، الكونتنت او الحاجه الرئيسيه اللي انا عايزها. تمام. دي بتتعمل بال HTML. طيب يعني ايه اصلا HTML؟ HTML هي اختصار ل هايبر تكست مارك اب لانجويج. تمام. ناخد بالنا من النقطه ديت اللي هي مارك اب لانجويج. يعني ايه مارك اب لانجويج؟ هي اصطلاحا كده بنقولها تسهيلا يعني ان هي لغه بتستخدم في الوصف، يعني لغه وصفيه شويه اللي انا بوصف بيها الحاجه اللي انا عايزها. بمعنى يعني انا دلوقتي بعمل صفحه عندي، بقول انا عايز مثلا زرار هنا، عايز صوره هنا، عايز مثلا انبوت هنا. فكل حاجه انا بوصفها هي نفس الحاجه اللي انا بشوفها في الصفحه، يعني كل حاجه انا بحطها. تمام. نفس الترتيب او ممكن يختلف سنه صغيره وهنشوف دلوقتي. تمام. بس هي دي نفس الحاجه اللي انا ايه بشوفها في الصفحه. تمام. طيب ده بالنسبه لي ال HTML، يبقى هي البنيه الاساسيه بتاعتي. طيب نيجي بقى للجزء اللي هو ال CSS. ال CSS احنا دلوقتي كده كريتنا خلاص الصفحه بتاعتي بتاعتنا، شفنا ايه هي الكومبوننتس الاساسيه اللي احنا محتاجينها. تمام. طيب نيجي بقى للتنسيق. انا دلوقتي خلاص حطيت الكومبوننتس، اخد بقى الكومبوننتس ديت اختار الحجم بتاعها، الطول بتاعها، لون الخلفيه، طب لون الخط عامل ازاي، الفونت دوت نوعه ايه بالظبط، زي ما انت بتشوف كده في الوورد بتغير النوع بتاع الخط، بتعمل حاجات كتيره قوي. عايز مثلا اعمل انيميشن، عايز اعمل حاجات. تمام. فاللي بيعمل لي ده ايه؟ سي اس اس، او باختصار ان احنا ممكن نقول ان هي بتعمل لي ايه، الديكورات او الايه الستايلنج بتاع الصفحه بتاعتي كلها. تمام. طيب ايه هي سي اس اس؟ اختصار لكلمه كاسكيدنج ستايل شيتس. يعني هي الصفحات اللي انا بكتبها مثلا اللي هي بتبقى مسؤوله عن الستايل بتاع الايه الصفحه بتاعتي. يعني بكتب كود، تمام، بلون بيه او بعمل بيه الستايل بتاع الصفحه بتاعتي، ده اللي هو بتعمله لي ايه، ده بتعمله لي سي اس اس. طيب نيجي بقى للغه اللي هي الاخيره وهي الجافا سكريبت. الجافا سكريبت فيها ليها استخدامات كتيره، يعني مش واحده بس. من ضمنهم اللي انا دلوقتي كريت الصفحه. الصفحه بتاعتي دي عباره يعني عن شويه زراير، عن شوية صور، عن شوية حاجات كده مثلا لينكات وهكذا. تمام. جافا سكريبت ممكن استخدمها عن طريق اللي انا اعمل اللي هي العمليات الحسابية اللي بتبقى موجودة في الصفحة. لو انا عملت آلة حاسبة كده بسيطة ممكن استخدم الجافا سكريبت، عشان هي لغة برمجة. جافا سكريبت لغة برمجة، فهي بتزود لي الصفحة باللي هي الخواص بقى البرمجية بقى، اللي انا اقدر فعلا اخد بقى اعمل عمليات حسابية، اقدر ازود كمان يعني شويه ان انا اعمل الصفحه بتاعتي تبقى انتراكتيف اصلا اكتر. يعني على سبيل المثال ازاي تبقى انتراكتيف؟ يعني لو انا ضغطت على زرار معين يغير لي اللون بتاع الصفحه، يضيف لي مثلا زرار جديد، يضيف لي حاجه جديده موجوده في الصفحه، يعمل لي انيميشن معين. تمام. فهي دي فكره الانتراكتيف.
طيب في كده زي يعني في تطبيق كده شهير جدا للجافا سكريبت، اكيد كلنا شفناه، اللي هو لما انت بتفتح موقع تمام وتعمل سكرول، تعمل تنزل شويه كده سكرول، بتلاقي في مربع كده ظهر لك من تحت تمام، بيبقى مرسوم عليه سهم، بيبقى اسمه سكرول اب، يعني لما انت تضغط عليه يروح مطلعك للصفحه تاني في الاول خالص. دي بتتعمل كلها بالجافا سكريبت تمام، فدي فكره برضو ان هو ازاي الجافا سكريبت بيستخدم وكده ان شاء الله. فاحنا هنعرف ان شاء الله برضو في خلال الكورس دوت ازاي نقدر نستخدم الجافا سكريبت ونكريت بيها برضو اي حاجات تانية. طيب تمام، احنا كده عرفنا ايه هي الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها تمام. خلينا نرجع للجزء بتاعنا اللي هو بتاع الويب ستيجز تمام. طيب ايه هي بقى انواع الوظائف اللي احنا ممكن نشتغلها ان شاء الله لما ربنا يكرمكم كده ان شاء الله، وتتعمق اكتر وان شاء الله وتفهم الكورس كويس وتتعمق اكتر بعد كده في دراسة الويب. طيب ايه هي الوظائف اللي انت ممكن تلاقيها؟ انت ممكن تشتغل في الفرونت اند، ده اول وظيفة، يعني انت تاخد الديزاين من اليوزر، تبدا انت اللي يعني تقعد انت مع الكلاينت وتاخد الديزاين منه، تبدا انت اللي تصممه وتعمل الشكل بتاعه وهكذا وتظبط الصفحات كلها، ديت ليها شغلانه ممكن تبقى اسمك فرونت اند ديفلوبر تمام. ممكن تشتغل في الباك، الباك دوت هو بقى اللي بيعمل المواضيع كلها بتاعت اللي هي الفرونت، لما يجي له مثلا الريكوست ازاي هو يقدر يهندل الريكوست دوت عشان يتعامل مع الداتابيز، هو اللي باختصار بيعمل الفانكشن بتاعت الايه الصفحه تمام. بعد كده اللي ممكن تشتغل بقى وبيبقى بالمناسبه بيبقى اسمك باك اند ديفلوبر تمام. طيب ممكن تشتغل في الداتابيز، بس الداتابيز ديت يعني حاله عامه شويه، لان الداتابيز مش في الويب بس، الداتابيز موجوده في اماكن كتيره، ممكن تعمل ديسكتوب ابلكيشنز وفي حاجات تانية كتيره بتستخدم الداتابيز. طيب ممكن تشتغل في الداتابيز تبقى اسمك حاجه اسمها داتابيز ادمنستريتور، ممكن تبقى داتابيز ديزاينر، هو اللي بيصمم الداتابيز، مسميات طبعا تانية كتير يعني تمام. ممكن بقى انت اللي تشتغل كل دوت بقى اللي هو السوبر هيرو بتاعهم، تبقى اسمك فول ستاك، فول ستاك ديفلوبر، ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياخد بقى الفرونت اند، هو اللي بيعمله، وبعد كده هو اللي بيكريت الباك اند وبيربطه مع الداتابيز، هو اللي بيعمل الشغلانه دي كلها يعني عامه، يعني هو اللي في الصوره كله تمام. فدي مسميات عشان ان شاء الله لو دورت على شغل في الموضوع دوت او شفت الوظائف المعروضه هتلاقي هي دي اشهر المسميات اللي ممكن تلاقيها في المجال يعني. طيب تمام، حد عنده أي أسئلة قبل ما نبدأ في العمل دي؟ لا تمام. تمام شوف. هو بس ممكن تقول حتة الباك اند تاني؟ جزء الباك إند، حاضر، اه أنهي جزء بالظبط في الويب ستيج، يعني الفانكشن بتاعته عاملة ازاي، ولا انت عايز اللغات اللي احنا هنستخدمها فيه؟ اه اه بالظبط بالظبط الفانكشن بتاعته. الفانكشن بتاعتها تمام، هو الباك اند الفانكشن بتاعتها اللي هي بتعمل ايه، بتاخد يعني لما الفرونت بيبعت الريكوست، زي على سبيل المثال لما قلت لك ايه ان هو بيبعت اليوزر نيم والباسورد، فهو عليه ان هو بياخد الداتا اللي جايه له من الفرونت ديت اللي مبعوته من اليوزر من الفرونت، يروح يبعتها للداتابيز، طبعا بتتكتب بطريقه معينه عشان اقدر اكلم الداتابيز يعني تمام. فهو بياخد الداتا ديت يروح يبعتها للداتابيز وبيتاكد هل هي موجوده ولا لا تمام. لما الداتابيز بترد عليه هو من لو عرف انها موجوده تمام، فخلاص بيروح باعت الصفحه بتاعت اليوزر تاني اللي هي البوستات بقى، يدخل يلاقي الاصدقاء ويلاقي البوستات. طب لو الكلام ده غلط بيعرفه من الداتابيز، لو الكلام ده غلط بيروح باعت للفرونت رساله يقول له لا عيد ادخال اليوزر نيم او الباسورد تاني، يعني في حاجه في مشكله في الكلام ده تمام. فهو حلقه الوصل يعني، هو اللي بياخد الداتا من الفرونت يعمل لها شويه عمليات، بعد كده يوصلها للداتا يعني يكلم الداتا بيس بيها، بعد كده الداتا بيس بتبعت له وهو بيبعت تاني للفرونت، يعني هو حلقه الوصل اللي ما بين الاثنين دي. تمام كده، تمام شكرا. العفو. طيب ايه بقى التولز اللي احنا نستخدمها ان شاء الله في الكورس بتاعنا دوت؟ احنا هنستخدم برنامج تبع شركة مايكروسوفت اسمه فيجوال ستوديو كود، او اختصارا هتلاقيه اسمه في اس كود. طب ليه البرنامج دوت؟ عشان اولا هو خفيف، بيفتح بسرعة يعني سريع، سهل شوية في الاستخدام وهكذا يعني.
وفي كمان الميزه اللي فيه ان هو في حاجه اسمها اكستنشنز. اكستنشنز ديت دي زي اضافات كده بسيطه انا بضيفها للبرنامج دوت، بتسهل عليا الشغل اكتر. تمام، هنعرفها ان شاء الله برضو في خلال الكورس لو استخدمنا كذا اكستنشن كده ان شاء الله. تمام، لكن ده ما يمنعش ان في برامج تانية كتير لو انت حابب طبعا تشتغل على حاجة تانية. برامج الويب ملهاش نهاية يعني، برامج كتيرة جدا يعني، ولكن هو ده اشهرهم يعني، ويعتبر من افضل البرامج اللي فيه. طيب تمام، احنا عشان نفتح ملف ونبدأ بقى نشتغل فيه، هنا جزء هنا اسمه اكسبلورر، هنضغط عليه. تمام، بعد كده هنفتح الفولدر اللي احنا هنكريت فيه الملف بتاع ال HTML. تمام، ليه احنا بنفتح فولدر او ليه احنا بنعمل كده؟ عشان بس شكل تنظيمي يعني، واحنا شغالين نبقى عارفين الفولدر اللي محطوط فيه، اقدر اضيف الحاجات اللي بتبقى موجودة في الفولدر كلها تبقى موجودة قدامي وهكذا يعني، اقدر اشتغل بيها. فاحنا نقول له open folder. تمام، انا حاطط الملفات كلها هنا في ملف اسمه HTML، بعد كده نقول select. طيب ادي الملف اهوت. تمام كده، وفتح لنا ملف. طيب احنا عايزين بقى نبدأ نعمل ملف جديد. تمام، هنسمي الملف ده ايه؟ سميه اي حاجه زي ما انت عايز يعني، بس احنا هنسميه هنا مثلا اندكس. هو اندكس ده مصطلح شائع شويه ما بين الديفلوبرز يعني، او الويب ديفلوبرز يعني، اغلبيه الملفات بيسموها اندكس يعني، او مش عارف ليه، بس هو يعني ايه زي مصطلح شائع كده، فاحنا هنمشي معاهم وممكن نسميه برضو اندكس. تمام، بعد كده هنحفظه بنكتب دوت، وبعد كده هنحفظه بامتداد HTML. تمام، بعد كده انتر. هو تمام، بص هو يعني مدام لونها كده، هو كده فهم ان الملف ده HTML. تمام كده، انا حفظته بقى عندي ملف اسمه index.html. طيب حلو جدا. طيب الصفحة اللي عندنا ديت اسمها ايه؟ اسمها document. يعني انت هتلاقيها في الويب ديفلوبمنت، الصفحة اللي بتبقى اللي احنا بنشتغل عليها دي بتبقى اسمها document. تمام، طيب الدوكيمنت ده بتحتوي على ايه؟ او لما نيجي احنا نشتغل على HTML، ال HTML اي حاجة بتتكتب فيه ال HTML بتتكتب بحاجة اسمها تاج. طيب ايه التاج ديت؟ بتتكتب ازاي؟ بنعمل علامة اصغر من كده. تمام، وبنكتب اسم التاج وليكن بي. تمام، ما تركزش قوي في المسمى، بس هنعرف ليه دلوقتي، بس اعرف شكل التاج بيتكتب ازاي. تمام، هنكتب علامة أصغر من، بعد كده نكتب اسم التاج وليكن بي، بعد كده نقفل بعلامة أكبر من، بعد كده نعمل نفس اسم التاج تاني، بس لاسم التاج المرة دي نحط علامة باك سلاش. تمام، طيب دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها اوبن تاج، او اللي هو اللي انا بفتح بيه التاج بتاعي. تمام، وده جزء اسمه كلوز تاج. تمام، عامله زي فكرة الاقواس كده، ان انا ببقى عندي قوس، بيبقى عندي اللي هو اللي بفتح القوس. تمام، بعد كده بكتب الكلام اللي انا عايزه، بعد كده بقفل القوس تاني الناحيه التانيه. تمام، ده نفس الكلام برضو، ان انا بفتح التاج بتاعي بعد كده بقفله. تمام، بعد كده بعمل ايه بقى؟ الحاجه اللي انا عايز اكتبها بكتبها جوه هنا ما بين الاتنين تاجز ديت. تمام، يبقى احنا كده عرفنا اول نوع من التاج. في نوع تاني من التاج ما بيحتاجش كلوز تاج. طيب يعني ايه؟ يعني لو كتبت مثلا ايمج كده. تمام، بص هلاحظ هنا لما انا قفلت التاج هو ما كملهوش، يعني ده معناه ان هو ملوش كلوز تاج، هو بفتح بس كده وبكتب اسم التاج بعد كده بقفله تاني. تمام كده، يبقى احنا كده عندنا نوعين من التاجات، نوع اسمه سنجل تاج مثلا، ممكن تسميه سنجل تاج، في نوع تاني اللي هو بيحتاج الاوبن والكلوز تاج. تمام، وعرفنا لو انا عايز اكتب فيه حاجه بكتبها في الايه ما بين الاوبن والكلوز تاج. طيب عايزين بقى نعرف حاجه، وهي مصطلح الدوكيمنت. تمام، الدوكيمنت دوت هو الصفحة بتاعتي، الصفحة بتاعتي بتبقى اسمها دوكيمنت. تمام، طب الدوكيمنت ديت مكتوبة بإيه؟ مكتوبة بلغة ال HTML. تمام، فأنا أول حاجة بعملها بقول له إن الدوكيمنت اللي عندي دي أنا هكتبها بال HTML. طب بقول له الكلام ده إزاي؟ عن طريق اللي أنا بعمل تاج اسمه HTML. تمام، أدي إنتر كده، بقفل التاج. طيب فانا كده فتحت تاج، قلت له انا هكتب الصفحه بتاعتي بلغه ال HTML. تمام، فديت بتمثل بالظبط اكنها بدايه الصفحه بتاعتي، يعني انا كده ابتديت الصفحه بتاعتي اهيت من عند ال HTML هنا، بعد كده انهيت الصفحه بتاعتي من هنا. طيب تمام، الصفحه بتاعتي بتتكتب فين بقى؟ بتتكتب هنا في النص هنا كده. تمام جدا كده. طيب دي اول حاجه عرفنا ان احنا هنكتب اللغه بتاعتنا نكتب الصفحه بتاعتنا بال HTML. طب الصفحة بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزئين رئيسيين. اول حاجة اللي هو الهيد، هنعمل هيد.
تمام؟ أول حاجة. بعد كده الجزء الثاني بتاعها اسمه البادي أو البادي، تمام جدا. طيب إيه بقى معنى الكلام دوت؟ طيب أنت عندك أي صفحة أو في صفحة في صفحة الويب عامة بتتقسم لجزئين، هو الهيد وجزء بتاع البادي. طب إيه هو الجزء بتاع الهيد دوت وإيه الجزء بتاع البادي؟ الجزء بتاع الهيد دوت هو اللي بنكتب فيه أي معلومات خاصة بالصفحة. طيب معلومات زي إيه؟ معلومات زي مثلا التايتل بتاع الصفحة أو الاسم بتاع الصفحة اللي هو بيظهر فيه التاج من فوق دوت. إحنا عندنا مثلا لو إحنا فتحنا تاب جديد، أو التاب الجديد ده اسمه العنوان بتاع الصفحة، وهنا اسمه نيو تاب، تمام؟ فهو التايتل دوت هو العنوان بتاع الصفحة. دي أول حاجة إحنا ممكن نكتبها في الهيد، تمام؟ ممكن نضيف حاجة تانية زي مثلا الترميز بتاع الصفحة أو الانكودنج بتاع الصفحة، وهنفهم يعني إيه الترميز ويعني إيه الكلام ده كله، تمام؟ ممكن أضيف ديسكريبشن بتاع الصفحة، الصفحة دي بتتكلم عن إيه؟ ممكن أضيف كمان اللينكات بتاعة الصفحة، لأن إحنا قريب إن شاء الله هنبدأ نربط حاجات تانية أو صفحات تانية بالصفحة اللي معانا ديت، تمام؟ فاللينكات دي بتتحط فين؟ بتتحط في الإيه؟ في الهيد، تمام كده؟ فإحنا باختصار بنقول إيه؟ إن الهيد ديت هي اللي بتحط فيها معلومات عامة عن الصفحة، تمام؟ طيب والحاجات اللي بتتكتب جوه الهيد ديت ما بتظهرش في الصفحة عندي، تمام؟ يعني أنا لو كتبت هنا لينكات، كتبت حاجات كتير هنا، الوصف بتاع الصفحة، لما باجي احمل الصفحه بتاعتي ما بلاقيهاش موجوده في الصفحه هنا، ما بشوفهاش قصادي، تمام؟ طيب ونقطه تانية، ان الكلام اللي بيتكتب هنا في الهيد بيتنفذ قبل ما الصفحه ايه تحمل، يعني قبل ما الصفحه او الحاجات اللي انا بشوفها قدامي دي تحمل، الحاجات اللي بتبقى موجوده في الهيد دي بتحمل. النقطه دي احنا مش هنحتاجها قوي دلوقتي، هنحتاجها قصادي ان شاء الله، يعني قدام ان شاء الله، ولكن بس ايه يعني keep it in your mind، مثلا اعرفها بس عشان نحتاجها بعد كده ان شاء الله، تمام؟ طيب ناخد طيب اول حاجة عندنا وهي التايتل. لو كتبنا مثلا ايه التايتل، نقفل التاج. طيب قلنا احنا هنكتب الكونتنت بتاعنا هنا ما بين التاج زي التايتل ده، ايه هو العنوان بتاع الصفحة. طب احنا هنكتب ايه مثلا؟ نسمي الصفحة the first page مثلا in HTML. انا عايز بقى اشوف الكلام اللي انا كتبته دوت، يعني انا كتبت دلوقتي حاجات عايز اشوفها بقى، اعمل ايه؟ اسيف اول حاجه من كنترول واس، يبقى انا كده سيفت الكود بتاعي. بعد كده اروح للصفحه اهي، دي الصفحه اللي انا ايه اللي انا لسه مكريتها، اسمها اندكس ومتخزنه بامتداد ال HTML، افتحها عادي اهو، تمام، هي كده فتحت. طبعا الصفحه بيضاء، احنا لسه ما حطيناش حاجه، ولكن هنلاحظ ايه؟ ان بص التاج من فوق مكتوب عليه ذا فيرست بيج ان اتش تي ام ال، فانا كده ده التايتل اللي هو العنوان بتاع الصفحه، تمام؟ دي اول حاجه اهي. طيب تمام، ناخد تاج تاني وهو تاج اسمه الميتا. الميتا انا هكتب التاج بس الاول، بعد كده والكومبوننتس بتاعته، بعد كده هنشرح كل جزء عباره عن ايه. يعني لو كتبت الميتا، بعد كده بكتب كار سيت UTF-8 UTF-8، ما تتخضوش، يعني هو الحاجة مش غريبة شوية، احنا هنشرح بقى كل حاجة بتتكون عن ايه، تمام؟ طيب اللي يهمنا في كل دوت او الميتا او الكار سيت والكلام دوت هو جزء ال UTF، تمام؟ ايه معنى ال UTF-8 ديت؟ ال UTF ديت دي عبارة عن ترميز للصفحة او انكودنج للصفحة. ايه معنى كلمة الترميز دوت؟ ببساطة شديدة جدا، ترميز دوت اكن انا عندي قاموس كبير، تمام؟ في الحروف والأرقام وتقريبا أي رمز أنا بستخدمه، يعني أي رمز أو أي حرف أنا بكتبه، تمام؟ بس كل حرف من دول، تمام؟ في مثلا حروف اللغة العربية، وفي حروف اللغة الإنجليزية والصيني والياباني، حاجات كتيرة جدا الرموز بتاعتهم. طيب بس كل حرف من دول قصاده كود خاص بيه. طيب أنا بعمل إيه بقى بالأكواد دي، أو بعمل إيه بالترميز دوت؟ هنشوف ده دلوقتي. لما انا باجي اكتب حاجه عشان اعرضها في الصفحه بتاعتي، ببساطه شديده جدا المتصفح مش فاهم ايه شكل الحرف ده، او ما يعرفش ايه الكلام اللي انا كاتبه ده، فهو بياخد الحرف بتاعي دوت، يشوف الكود بتاعه، يدور عليه في القاموس بتاعه اللي هو اليو تي اف مثلا اللي احنا قايلينها له هنا، يروح يشوف لو لقى فعلا الكود ده بتاعي موجود في الكود اللي انا كاتبه ده، الكود بتاع الحرف ده موجود في القاموس ده عنده، تمام؟ اه تمام اوكي موجود، خلاص يروح يشوف الرمز بتاعه ويروح كاتبه لي في المتصفح بتاعي، تمام؟ فهو ده باختصار شديد فكره الانكودنج، تمام؟ اليو تي اف دوت ده نظام ترميز عالمي،
يعني بيستخدموه طبعا بكثرة، لأن هو اللي فيه يعني تقريبا يعني معظم حروف اللغات اللي أي حد ممكن يكتبها في العالم، يعني صيني، ياباني، هندي، لغة عربية، لغة إنجليزية، الأرقام بكل أنواعها وهكذا، الرموز والحروف وهكذا. فإحنا بنستخدم إيه الـ UTF ديت عشان نفهمه فكرة الترميز. تمام؟ طيب نستخدم، نشوف واحد تاني اسمه الميتا. اسمه الميتا هنكتبه بعد كده نبقى نشرحه برضه. name description name description، بعد كده نكتب ال content بتاعه. بس طيب ده معناه ايه بقى الكلام دوت؟ الفكرة التاج دوت اللي انا بعمل وصف للصفحة بتاعتي. طيب بقول له الصفحة بتاعتي ديت هتتكلم عن ايه، او ايه هو المحتوى بتاع الصفحة ديت. تمام؟ بس ده مش هيظهر معايا دلوقتي. طب انا بستخدمه في ايه دوت؟ ده انا بستخدمه لما ان شاء الله كده تنشر الموقع بتاعك عالي، بعد كده لما حد يجي يبحث عنده، لما يجي حد يبحث عليه ويلاقيه في الجوجل، تلاقيه في جوجل، هتلاقيه هو كده اللينك بيبقى مكتوب وتحتيه الوصف بتاعه. تمام؟ لما انت بتدور على اي لينك بتلاقي اللينك كده متلون باللون الازرق وتحتيه الوصف بتاعه كده، ايه ده، وصف بسيط كده مختصر، هو ده اللي احنا بنكتبه ايه في الكونتنت ده. تمام؟ هو بيوصف ايه المحتوى بتاع الصفحه. فاحنا هنكتب مثلا ايه، this is the first page، page برضو HTML وليكن الكلام ده. تمام؟ طيب احنا كده عرفنا ايه هي التاجات الاساسيه اللي بتتحط في الهيد. تمام؟ في حاجات تانية كتيرة جدا، ولكن هي دي اللي انت هتستخدمها بكثرة، اللي انت هتلاقي يعني هتستخدمها اكتر في المواقع بتاعتك وهتبقى ليها يعني لازمة اكتر يعني. تمام؟ طيب حد عنده اي اسئلة في الجزء بتاع الهيدنج دوت قبل ما نكمل؟ تمام يا جماعة، الصوت واصل ولا في حاجة حصلت مشكلة ولا حاجة؟ تمام. تمام ماشي. أنا بس يعني ادوني هنت كده عشان ساعات جوجل معروف إن هو ساعات بيقطع مرة واحدة، فأنا بس عايز أعرف إن الناس موجودة ولا لأ. تمام، كله زي الفل. تمام. طيب إحنا كده خدنا الحاجات اللي هي الحاجات الأكتر يعني استخداما في الهيدنج. طيب ندخل بقى على الجزء اللي هو الايه، البادي. طيب ايه هو البادي؟ البادي دوت هو يعني ترجمته اللي هو الجسم بتاع الصفحه او الكونتنت بتاع الصفحه، هو الهيكل بتاع الصفحه، هو اللي انا بحط فيه بقى الحاجه اللي انا عايزها تظهر فعلا في الصفحه. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا الهيد ده بيتعمل بيه ايه. نبدا بقى ناخد شويه تاجات بتتكتب في ايه في البادي. تمام؟ ناخد اول تاج عندنا وهو تاج الهيدنج. طيب ايه هو تاج الهيدنج ده؟ اولا الهيدنج دوت زي ما انت مثلا بتفتح كتاب كده ولا حاجه، بتلاقي مكتوب عليه متقسم الفصل الاولاني، طيب الباب الاولاني، ده الدرس الاول وهكذا، ده اسمه الهيدنج. او هو مثلا انت بيشير ايه اللي هيجي بعده، او كل الحاجات اللي بعده ديت هتبقى تبعه. تمام؟ فده اسمه الهيدنج. لما تدخل مثلا على موقع زي مثلا موقع اسئله، او على سبيل المثال في موقع اسمه ستاك اوفر فلو، لو حد دخله قبل كده هتلاقي بيتكتب كده السؤال. تمام؟ وتحتيه الاجابات اللي هي متعلقه بالسؤال دوت، فانت هتلاقي دايما السؤال دوت ده بيبقى اسمه الهيدنج. تمام؟ واللي تحتيه بقى دي بتبقى الاجابات، او الاجابات اللي هي ايه ليها علاقه بالهيدنج دوت. تمام؟ طب الهيدنج ده بيتكتب ازاي؟ بكتبه عن طريق ان انا بكتب ايه، اتش ديت الاختصار الهيدنج، وبكتب هنا جنب الهيدنج ده رقم. الرقم دوت بيتراوح من 1 لغاية 6. طب هنشوف ايه الفرق بقى ما بينهم دلوقتي. طيب ولكن احنا نكتب اول حاجة عندنا ايه، كلمة first مثلا، ونسيف. بعد كده نروح نبص عليها في الموقع بتاعنا، نعمل ريلود، ظهرت كلمة first. تمام؟ هو ده شكل الهيدنج كده بالظبط. تمام؟ كلمة عريضة شوية. طيب تعالى كده نجرب بقى نعمل اللي هو رقم 6، يعني نعمل هنا كوبي. تمام؟ ونجرب 6، احنا قلنا هي بتتراوح ما بين 1 لغاية 6. طيب 6 دي بقى شكلها عامل ازاي، او ايه الفرق ما بينهم؟ عملنا ريلود اهو،
هتلاقي ان فيرست او ستة ديت ده الخط بتاعها صغير جدا، تمام؟ يعني ده معناه ان الهيد دوت اكبر حاجة وستة دي اقل حاجة، تمام؟ بس هو ده الهيدنج كده، في اي صعوبة؟ مفيهوش اي حاجة، هو ده كده الهيدنج، يعني يعتبر كده احنا خلصنا كلام عن الهيدنج يعني. طيب ناخد بقى ناخد تاج تاني اسمه الباراجراف. طب الباراجراف ده بيتكتب ازاي؟ بنكتب بي، تمام؟ طيب ايه هو الباراجراف ده عامة؟ باراجراف من اسمه هو، لو انت هتكتب مثلا جزء فقرة معينة، زي مثلا مواقع الاخبار كده، ما بتلاقي الكلام مكتوب، تلاقي مكتوب كلام كتير كده بيشرح بيتكلم عن الخبر، ده اسمه باراجراف، تمام؟ انت بتكتب بتنشر بوست مثلا معين، ده اسمه باراجراف برضو، تمام؟ طيب تعال نكتب مثلا باراجراف this is the first مثلا، معلش احنا بنكتب الجملة دي كتير يعني، ايه اختصارا وسهولة يعني، first page in HTML مثلا، بعد كده هنكتب دوت نقطة، بعد كده نكرر الكلمة ديت في مثلا كده، بعد كده نسيف ونروح نعمل ريلود. هتلاحظ ايه؟ ان هو كتب لي باراجراف عادي جدا اهو، تمام؟ بس في مشكلة ان هو ايه، بيجي يعني الباراجراف هنا بياخد العرض بتاع الصفحة كلها، يعني تلاقيه هنا جه في الاخر خالص وراح نازل سطر، ايه، نزل سطر جديد. طب انا مش عايز كده، انا عايز مثلا اكتب this is the first page in HTML، بعد كده اروح نازل سطر، اكتب مجموعة من الايه، من الكلام، بعد كده انزل سطر، عايز اعمل الكلام ده، تمام؟ على الرغم من ان انا نازل هنا سطر، يعني انا نازل هنا سطر، هو ما بيفهمش الكلام ده، هو بياخد كل المحتويات اللي جوه البي ديت ويروح عارضها على طول. طب انا عايز اعمل كده، اعمل ايه؟ استخدم تاج بسيط جدا اسمه البي ار، او اختصار لكلمه بريك. بريك، طب دي بستخدمها امتى؟ لما اجي انزل سطر جديد. طيب انا دلوقتي كتبت this is the first page in HTML وعايز انزل سطر بقى، فاجي هنا واروح عامل ايه، تاج اسمه البي ار، ده من النوع اللي هو ما بيستخدمش كلوز تاج، هو اوبن تاج بس لوحده كده، تمام؟ فانا كتبت ادي بي ار اهوت، نسيف، بعد كده ارجع تاني للصفحه بتاعتي، نعمل ريلود اهو، شوف كتب الكلمه، بعد كده نزل ايه، نزل سطر جديد، وهكذا. انا بقى لو عايز مثلا عند حرف معين او كلمه معينه انزل سطر جديد، استخدم التاج اللي هو بتاع الايه، بتاع البي ار. احنا كده خدنا تقريبا 2 تاجز جديده اهيت، خلصوا، مفيش حاجه يعني تقريبا ممكن نقولها عنهم تاني. طيب ناخد بقى تاج تانية، تمام؟ بس قبل ما ناخد تاج تانية عايزين نفهم فكرة، نفهم فكرة تانية، وهي حاجة اسمها الاتريبيوتس. طيب يعني ايه اصلا ترجمة الاتريبيوت، او ايه يعني معناها ايه بالظبط؟ معناها هي خواص او سمات جديدة. طيب يعني انا بعمل ايه بالاتريبيوت ديت، تمام؟ انا عندي دلوقتي الهيدنج دوت، لو بصينا للهيدنج دوت، تمام، هلاقي ايه، هو ليه حجم خط معين، تمام، وليه لون ديفولت، او ديفولت اول ما باجي اكتب الكلمه ديت بلاقيه هو ظهر لي باللون دوت وبالخط دوت وبالحجم دوت، تمام، فهو ليه اعدادات ديفولت خاصه بيه، صح كده؟ طيب المفروض ده انا عايز اغير الاعدادات ديت، انا مش عايز اعمل دوت، مش عايز اعمل الكلام دوت، فلازم اغير في الخواص بتاعته، اعدل في الاعدادات بتاعته. طب اعدل منها ازاي بقى؟ باستخدام الاتريبيوت. طيب الاتريبيوت ده بيتكتب ازاي؟ باجي هنا بعد الاسم بتاع التاج، تمام، وقبل يعني قبل القفله بتاعته، تمام، وبكتب اول حاجه ايه، اسم الاتريبيوت، نكتب اول حاجه ستايل، تمام، يعني ايه، ما تركزش قوي في الكلمه او اشمعنى الكلمه ديت، بس ركز هي ازاي بتتكتب او السنتكس بتاعها عامل ازاي. فاحنا نكتب مثلا ستايل ده اتريبيوت، ونكتب يساوي، بعد كده نفتح اللي هي الدبل كوتس ديت. طيب هنا بقى بكتب القيمه بتاعه الاتريبيوت، بتاعه الاتريبيوت بتاعتي، تمام. احنا نديله هنا قيمة مثلا ولتكن color red، تمام. طيب نحفظ ونروح نشوف كده ايه اللي هيحصل، تمام، بقت لونها ايه، بقت لونها احمر دلوقتي. ليه؟ لان انا غيرت الخاصية بتاعتها، غيرت اللون بتاعها، تمام. طيب احنا كده عرفنا ايه فكرة الاتريبيوت، او احنا بنستخدمه في ايه. طبعا في اتريبيوتس كتيرة جدا، بس احنا بس بنفهم الفكرة، عايزين نفهم بس ايه هي الاتريبيوت، وايه هي بتعمل ايه، وازاي انها بتغير ايه الخواص بتاعت الايه، بتاعت التاج اللي انا بكتبه فيها ده. طب في عندنا مثلا احنا كتبنا هنا ده يعتبر اتريبيوت اهو،
تمام، بس احنا كتبناه من غير ما يعني من غير ما ندخل في الموضوع قوي. ده يعتبر اتريبيوت اهوت، تمام. ده اسمه اتريبيوت برضه، ودي القيمه بتاعته. ده الاسم بتاع الاتريبيوت وده القيمه بتاعته، ده الاسم بتاع الاتريبيوت وده القيمه بتاعته، تمام. هنا انا بقول له النيم، انا بقول له الاسم بتاع الاتريبيوت، النوع اللي انا هكتبه اسمه ديسكريبشن، تمام، اللي هو الوصف. طب فين هو الوصف؟ انت قلت لي ان انت هتكتب وصفه، بس فين هو الوصف؟ تمام، فبحطه له ايه هنا؟ بديه له هنا، تمام. يبقى دي خاصيه او خواص جديده او سمات جديده انا بضيفها للعنصر بتاعي، تمام كده. طيب ناخد بقى ايه تاج جديده، وهي الايمج. لو انا عايز اضيف صوره عندي في الموقع بتاعي، طب اعملها ازاي بقى؟ بكتب image، تمام، وبقفل. هنلاحظ هنا ان image هنا ديت single tag، ما بتحتاجش closing tag معاها، تمام. يعني طبيعي جدا او حاجه منطقيه، انت مش هتكتب حاجه جوه ال image، انت محتاج الصوره ذات نفسها، يعني منطقي شويه انها تكون ما بتتقفلش يعني. طيب انا دلوقتي كتبت له هنا ال image، طيب هجيب انا الصوره دي منين؟ طيب يبقى ده معناه ان انا استخدم خاصيه او attribute اقدر اضيف منها الصوره. طب الاتريبيوت ده اسمه ايه؟ اسمه سورس، او اختصار بنكتب له اس ار سي، تمام. طيب سورس هنا هنكتب، انا حاطط مجهز هنا صور موجوده في الفولدر بتاع الاتش تي ام ال. هنستخدم مثلا اللي هو الاتش تي ام ال لوجو دوت اللي موجود هنا، اتش تي ام ال، بعد كده اتش تي ام ال لوجو دوت بي ان جي. يبقى نعمل كده ريلود، ضاف لي الصورة. لاحظ طبعا ان هو ضاف لي الصورة بالحجم بتاعها الاصلي، كبيرة جدا، تمام، بس ضافها لي. طيب في اتريبيوت تاني ممكن اضيفه هنا، طب انا حطيت صورة، تمام، ما ممكن اتحكم كمان في الخاصية بتاعتها. في اتريبيوت تاني اسمه الويتس، او العرض بتاع الصورة، تمام. طب انا بكتب له هنا ايه؟ الرقم اللي انا بكتبه له هنا بيتحسب بالبكسل، تمام. يعني لو كتبت له 100 كده، فده معناه ان ديت ايه 100 بكسل، او العرض بتاعها 100 بكسل. في مقاسات تانية، في مقاسات تانية طبعا يعني، بس احنا ايه ده بس يعني كتعميق لصورة الاتريبيوت اكتر، او ايه هي فايدة الاتريبيوت. نسيف، بعد كده نعمل ريلود، اهو كده تمام، كده صغر لي فعلا العرض بتاعها وخليها لي 100 بكسل بس، تمام. فكده احنا فهمنا فكرة الاتريبيوت اكتر، او هي بتعمل ايه. طيب هل احنا نستخدم الويتس دوت؟ لا، هو في الحقيقه احنا ما فيش حد بيعمل الويتس في الايمج كده. احنا زي ما اتفقنا وخدنا في الاول ان السي اس اس هي اللي بتعمل الحاجات دي كلها، تمام. فاحنا كل الشغل ده هنعمله بالسي اس اس، اللي هو الويتس دوت ده هنعمله بالسي اس اس. الالوان دي هتتعمل بالسي اس اس، ولكن احنا بس بندي فكره كده ان هي ازاي بتستخدم كاتريبيوت يعني، تمام. طيب عايزين بس نقف كده شوية عند النقطة ديت، وهي السورس ديت، تمام. السورس هنا أنا بحط هنا الباص بتاع الصورة أو المسار بتاع الصورة. طيب المسار دوت أنا بجيبه منين؟ هل أنا بكتب زي مثلا بارتيشن سي، زي ما أنا بكتب سي بعد كده كولوم، وبكتب لي مثلا أنا أدخل على اليوزر، بعد كده أدخل على الديسكتوب وهات لي الصورة؟ لا، أنا ما بكتب، مش هو ده السورس اللي أنا بكتبه. طب السورس هنا بكتبه إزاي؟ بكتبه بشكل relative او بشكل نسبي. طب نسبة لايه؟ نسبة للصفحة اللي انا فيها دي دلوقتي، تمام. طب خلينا كده نرجع للفايل بتاعي، هنلاقي ان هنا الملف بتاعي اللي هو ال HTML اللي هو ال index دوت، تمام. اي حاجة انا هحسبها منه او المسار اللي انا هحسبه منه هجيبه منه، يبقى هجيبه بالنسبة لل index دوت. فيما معنى ايه؟ انا لما كتبت هنا ال HTML logo، ده معناه ان انا لازم احط الايه الحاجه بتاعتي في الفايل يعني لو الصوره بتاعتي موجوده في نفس الملف بتاع الاندكس ممكن يعني استخدمها على طول، يعني اكتب اتش تي ام ال لوجو على طول. اما دام هي موجوده في نفس الفايل اللي موجود فيه ايه؟ موجود فيه الاندكس دوت، تمام. طب نفرض انا دلوقتي قررت ان انا اعمل فولدر جديد اسميه مثلا ايمج، ورحت ايه واخد الصوره ديت حطيتها جوه الايمج ديت، تمام. طيب نيجي نعمل كده ريلود، هلاقيه اداني ايرور. ليه بقى اداني ايرور؟ لان هو ببساطه جدا بيروح يشوف الفولدر اللي فيه نفس ال HTML هل في الصوره ديت، ما بيلاقيهاش موجوده فبيديني ايرور، تمام. طيب اجيب انا بقى الصوره دي ازاي؟ عشان اجيب الصوره لازم امشي خطوه. طيب الفولدر اللي انا حطيت فيه الصوره دوت موجود في ملف ال HTML، تمام. فانا هقول له ايه؟ ادخل لي جوه
الملف دوت اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه ايمج، تمام. بعد كده اعمل له باك سلاش. طيب دي معناه ايه؟ ادخل لي جوه ملف الايمج دوت. طيب جوه ملف الايمج دوت هات لي الصوره اللي اسمها ال HTML لوجو، بس كده. طب لما اجي اعمل ريلود، تمام، جاب لي صورة اهي شغاله، تمام. طيب لو انا رحت دخلت مثلا عند الايمج ديت ورحت عملت فولدر تاني وسميته ايمج 2، تمام، ورحت جايب الايه الصوره دي ورحت حاططها جوه الايمج 2، طيب لما نيجي نعمل ريلود هيديني فيه ايرور برضو، لان هو دخل جوه ايه، دخل جوه الايمج، تمام، بيدور على صوره اسمها الايمج لوجو ما لقاهاش فاداني ايرور، تمام. طيب ازاي اوصل لها؟ اول حاجه انا دخلت هنا جوه الايمج، تمام. طيب عشان اوصل للصوره محتاج ادخل جوه الايه، الايمج 2. كاتب هنا ايمج 2، اول ما ادخل جوه ايمج 2 هلاقي الايه، الصوره بتاعتي اللي هي ال HTML بتاعتي. فانا لما اجي بقى اعمل ريلود هلاقي الصفحه بتاعتي اشتغلت، تمام. طب احنا كده فهمنا اللي هو ازاي اوصل للصوره عن طريق اللي انا لو انا عندي فولدر تاني ازاي ادخل جوه الفولدر واجيب الصوره بتاعته، تمام. طيب انا دلوقتي بقى ايه، عايز اخد الصوره دي اصلا واروح مخرجها بره، بره الفولدر خالص اللي موجود فيه ال HTML، يعني ال HTML او الصفحه بتاعتي موجوده هنا، هخرج بس هرجع خطوه كده لورا واروح حاطط الصوره هنا، برضه هتديني ايرور، تمام. طيب اوصل لها ازاي بقى؟ المره اللي فاتت انا رحت داخل جوه الفولدر، طب المره دي انا عايز ارجع بقى، عايز ارجع لفولدر لورا. طب دي بتتعمل ازاي؟ بعملها عن طريق اللي انا بعمل ايه، اتنين دوت، يبقى دبل دوت كده، بعد كده اعمل باك سلاش. ده معناه ايه؟ ان انا رجعت خطوه لورا. طب لما رجعت خطوه لورا، تمام، هل الصوره دي موجوده في الفولدر ده بعد ما انا رجعت خطوه لورا؟ اه تمام، موجوده اهي، موجوده، عشان هو كده جابها لي على طول، تمام. فانا اروح من ايه، مختارها، او لما اجي اعمل ريلود، تمام، اشتغلت ما فيهاش اي مشاكل، تمام. طيب عرفنا النقطه دي كده يا جماعه، عشان النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، مش هنستخدمها بس بالنسبة للايمج، لا دي هنستخدمها بعد كده في حاجات تانية، عشان هو ال HTML ماشي بالنظام دوت، تمام، هنستخدمها في حاجات تانية، فالنقطة دي مهمة جدا. حد عنده بس سؤال بالنسبة للنقط ديت او اي نقطة فاتت؟ اه بس ممكن حضرتك تقول الحوار بتاع النقطتين نرجع لورا وكده تاني بس. تمام، حاضر. انت هنا احنا حطينا الصورة بتاعتنا، رجعنا بس فولدر لورا، تمام، يعني انا عندي الملف بتاع ال HTML اهوت، انا رجعت بس فولدر خطوة تاني لورا، تمام، ورحت حطيت الصورة ايه بتاعتي في الفولدر دوت، يعني بعد ما رجعت خطوة رحت حطيت الصورة بتاعتي هنا. طيب اوصل ازاي للصورة ديت؟ انا هنا بقول بالنسبة، انا بحسب هنا المسار بالنسبة لإيه، بالنسبة ل HTML، تمام. ف انا بالنسبه لل HTML كده محتاج ارجع خطوه لورا، يعني الصوره بتاعتي موجوده في الفولدر بتاع الايه، اللي بره ال HTML ده، فانا هرجع فولدر لبره. فارجع الفولدر لبره ده ازاي؟ عن طريق اللي هو الدوت دوت، يعني لما بعمل دوت دوت باك سلاش انا كده بقيت في الفولدر دوت، يعني انا كنت موجود في الفولدر ده لما عملت دوت دوت، فانا رجعت بس خطوه واحده بس بقيت في الفولدر دوت، تمام. فالفولدر دوت هو اللي موجود فيه الصوره بتاعتي، فعشان كده انا بروح اول ما بدخل، ما برجع خطوه لورا بروح جايب الايه، الصوره بتاعتي اللي موجوده. طب بلاش مثلا احنا مش هنحطها هنا، هنعمل لها كات كده ونروح مرجعينها هنا، رجعينا اصلا بره بقى الفولدر ده خالص، تمام. يعني احنا بص احنا كده رجعنا كام مره، احنا كده في الاندكس اللي هو ال HTML، تمام، رجعنا خطوه، بعد كده رجعنا خطوه تاني عشان الاقي ايه، الصوره بتاعتي. طب دي انا اوصل لها ازاي بقى؟ نفس الكلام برضو، انا رجعت كام مرة، رجعت كام فولدر، رجعت مرتين، فهعمل دوت دوت شرطة كده، انا رجعت خطوة، تمام، فهعمل دوت دوت شرطة تاني عشان ارجع بالفولدر تاني، تمام. لما رجعت بقى بالفولدر اللي هو اللي بره ده انا لقيت نفسي هنا، طب هل الصورة موجودة في الفولدر ده؟ تمام، موجودة في الصورة دوت، موجودة في الفولدر دوت، فايه، فهختار الصورة، لما اجي اعمل كده ريلود اهي، تمام، هلاقيها موجودة معايا، تمام. تمام شكرا. عفوا عفوا. طيب احنا هنرجعها بس كده زي ما كانت، هنحطها بقى في الملف اللي اسمه image، هنرجعها زي ما كانت. كده image مش عايزين ده بقى دوت، هنحط ال v بتاعتنا هنا
طيب تمام. كده احنا فهمنا الجزء بتاع اللي هو السورس، وفهمنا ازاي الايمج بتتكتب. تمام. طيب عايزين بقى ناخد تاج جديد، وهو حاجه اسمها لينك. نفرض انا عايز مثلا احط لينك عندي في الصفحه، اول ما اضغط عليه يوديني لموقع مثلا معين. تمام. طب دي اعملها ازاي؟ بعملها عن طريق اللي هو تاج اسمه الايه. طب ليه انا بكتب ايه؟ ده هو اختصار، لان اللينك دوت اللي عندي اسمه انكر لينك، فاحنا بناخد اول حرف منه اللي هو الايه، فبيبقى اسمه انكر لينك. تمام. ايه بعد كده بروح قافله. هنلاحظ هنا ان التاج بتاع اللينك ليه قافله، او انا بكتب هنا كونتنت. طب ايه اللي انا بكتبه هنا؟ اللي انا بكتبه هنا اللي هو ايه، الاسم اللي هو ايه، او الكلمه اللي هتتكتب على اللينك بتاعي. بمعنى انت مثلا بتدخل على صفحه بتلاقي مكتوب اضغط هنا، فتلاقي هنا ديت متلونه كده بلون، عشان اول ما تضغط عليها بيوديك لللينك اللي انت ايه، اللي هو معمول يعني على الكلمه دي. تمام. فهتلاقي هنا ديت هي دي الكلمه اللي انت بتكتبها، فهي دي اللي احنا بنكتبها هنا على اللينك. طيب نفترض ان احنا نسميها مثلا كليك مي، نسمي اللينك بتاع كليك مي. تمام. طيب اللينك ده هنا بنستخدم معاه اتريبيوت اسمه href، href او اختصار لكلمه reference، او ايه هو اللينك بقى اللي انا عايز اروح له. تمام. هنفترض ان احنا نروح لجوجل، www.google.com. google.com. تمام. طيب احفظ. بعد كده نرجع تاني اهو. تمام. شفت لقيت اللينك اهو بتاعي. طب انا ضغطت هنا، في مشكله. انا معلش، هو المفروض تكتب المسار كان تكتب اللي هو ال HTTP، يعني نكتب ال HTTPS، بعد كده دبل اللي هي الكولوم، بعد كده بعمل هي سلاش، بعد كده بكتب له الاي اللي هي ال www.google.com. يعني لازم اكتب له اللينك كامل. معلش عذرا انا على النقطه ديت. بعد كده ريلود. اول ما اكتبها اهو. تمام. اول ما ضغط فتح لي ايه، جوجل على طول. طيب في نقطه تانية يعني للانترستنج اكتر في الموضوع، يعني ممكن ناخد اتريبيوت. نفرض انا دلوقتي رحت ضغطت على اللينك دوت، لما بضغط عليه بص بيفتح لي في نفس الايه، الصفحه يعني، في نفس التاب بتاعي. طب انا مش عايز كده، يعني انا عايز اضغط على الزرار يفتحوا لي في تاب تاني، عشان ما يضيعليش الحاجه اللي بتبقى موجود هنا، يعني لو انا بعمل حاجه على الموقع دوت. تمام. طب دي انا اعملها ازاي؟ بستخدم اتريبيوت اسمه تارجت، اعمل اتريبيوت اسمه تارجت، والتارجت ده بديله فاليو اسمها اندرسكور بلانك. يعني بعمل كده اندرسكور بلانك. تمام. بعد كده نسيف، نروح نعمل ريلود. لما اجي اضغط بقى بص هتلاحظ ان هو بيفتح معاك في لينك جديد او تاب جديد. تمام. فدي يعني برضو هي معلومه انترستنج، يعني لو حد مهتم بيها، يعني هي مش مهمه قوي، ولكن يعني عشان تزود عندك فكره الاتريبيوت هو بيعمل ايه بالظبط. طيب تمام، احنا كده خلصنا اللينك. تمام. معلش يا جماعه، بس الاتريبيوت يعني التاجات كتيره شويه، ولكن انت هتلاقي ان معظمها سهل، يعني احنا بناخد الحاجات الاساسيه بس، يعني ايه مفيش واحده مثلا بتاخد يعني تقريبا دقيقه، انت بتكتبها وبتفهم بس هي بتعمل ايه وبتتكتب ازاي وخلاص، وبتشتغل عليها على كده. تمام. فيعني معلش لو الحاجات كتيره شويه، بس انت هتلاقيهم سهلين جدا يعني. طيب تمام. عايزين ناخد حاجه تانية ان شاء الله، بس قبل البريك يعني ناخد كده تاج جديد قبل بس ما ناخد بريك، خلاص يعني قربنا. طيب حاجه اسمها ديف، تاج جديد اسمه ديف. سؤال صغير بس في الـ في الاتريبيوت اللي فاتت، هو underscore link و underscore blank، ايه الفرق ما بينهم؟ اندرسكور لينك واندرسكور بلانك، معلش انهي واحده بالظبط؟ اللي هو هنا دوت. لا هو هنا دوت اتريبيوت، الفاليو بتاعته انا بديله اسم اندرسكور بلانك. تمام. انت قصدك يعني ايه هي الفانكشن بتاعته او بيعمل ايه؟ لا هو انا سمعتها underscore link فكتبتها underscore link واشتغلت، فانا يعني في والله بجد مش عارف ازاي. طب كويس والله اكتشفت حاجه جديده يعني. ممكن تعمل هوفر على كلمه تارجت هيوري لك انواع الفاليوز اللي ممكن تاخدها، اظن منها ممكن تكون هو ممكن هنا، هي اكيد، هي اكيد يعني موجوده. تمام. يعني هنا بيساوي، لا هو مش جايب لي الحقيقه. ممكن مثلا لما اعمله تارجت، لا مش جايب لي، هي في حاجات فعلا بتجيلي وفي حاجات لا. تمام. بس انت فعلا زودتني معلومه، يعني انا كنتش اعرف فعلا ان انا ممكن اكتب لينك يعني. لا كتبت اندرسكول لينك، سمعت بلانك لينك فكتبتها فاشتغلت، فيعني
انا كتبت حتى كتبتها بلينك بالاي برضو اشتغلت بقى. بجد والله العظيم انتوا ما شاء الله انتوا مشروع ريسيرشرز يعني هايلين يعني، اه كويس شكرا. جدا. عايش يا شباب. لا كويس بجد والله كويس. ماشي متشكرين جدا على المعلومة. طيب يا جماعة نكمل الجزء بتاع الديف. طيب ايه هو معنى الديف؟ الديف هي اختصار لكلمة ديفيجن. مهمتها ايه بالظبط؟ لما انت بتفتح مثلا الفيسبوك، معلش اعذروني احنا بنقول الفيسبوك كتير بس عشان نثبت كلنا عارفينه يعني. لما بتفتح الفيسبوك وبتلاقي منشور قدامك، ايه اللي بتلاحظه؟ ان انت بتلاقي اسمك بتبقى موجود فوق، وبعد كده صورة او الكتابة اللي انت كاتبها في المنشور، بعد كده بتلاقي تحت مثلا اللي هي اعجبني وتعليق وشير وهكذا، تمام؟ طيب وبتلاقي تحتيه تاني نفس البوست موجود تحت، تمام؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا كده جبت صندوق، يعني عملت زي صندوق كده ورحت حطيت فيه ايه المكونات بتاعتي اللي انا عايزها، واللي هي مثلا البوست. انا قلت البوست بتاعي بيتكون من اسم الشخص دوت اللي هو عامله، زائد صورة هو ناشرها في البوست دوت، زائد مجموعة من البوتونز مثلا موجودة تحت، تمام؟ رحت جمعتهم مع بعض كده وحطيتهم في ايه في جزء واحد، يعني بهدف الترتيب بس، يعني مش اكتر، بهدف الترتيب. وليها طبعا استخدام تاني بعد كده، اللي انا الديف دوت انا بعامله كوحده واحده، يعني البوست دوت لما انا باجي احذفه بحذف البوست ككل، انا ما بلاقيش مثلا الخلفيه بتاعته بس هي اللي اتحذفت وباقي الزراير، بلاقي الزراير موجوده والصوره موجوده زي ما هي، لا لما باجي اعامل البلوك ده ككل بايه بشيله او بعامله كوحده واحده، تمام؟ فهي دي فكره الديفيجن او الديف، يعني ان هي بتزود لي بس شويه طريقه تنظيميه للكود، ما يبقاش كود مبعتر كده في كل حته، ممكن احط هنا حاجه واحط هنا حاجه واحط هنا حاجه، لا دي بتنظم لي الدنيا شويه. وهنشوف قدام ان شاء الله ان الديفيجن ده تقريبا انت يعني مش هتستغنى عنه، هتستخدمه في كل حته، لان هو هتلاقيه فعلا بيوفر لك شغل كتير جدا. وفي حاجات هتلاحظ ان هي ما بتتعملش غير بالديفيجن اصلا، يعني انت لازم هتستخدم الديفيجن دوت. طيب ممكن مثلا نقرر ناخد الصوره ديت وناخد كده اللينك دوت نحطه هنا كده جوه الديفيجن. طيب بعد كده نروح نعمل ريلود. تمام بص انت هتلاقيه ظهر هو زي ما قلنا، هو ملوش شكل معين او ملوش حدود معينه، ولكن هو بس طريقه تنظيميه للكود. يعني انا كده لما اجي اتعامل مع ديت ممكن اتعامل معاه كوحده واحده، يعني لو حركت ديت الشكل ده كده ككل، شوف ان شاء الله قدام هلاقي ان الشكل ده كله بيتحرك معايا، تمام؟ لما اجي مثلا اغير حاجه في الديفيجن دوت هلاقي كل اللي جواه برضو بيتغيروا معايا، تمام؟ فهي دي فكرة الديفيجن. طيب احنا الحمد لله كده خلصنا جزء كبير الحمد لله، هناخد بس بريك. بس قبل البريك كده حد عنده أي أسئلة في الجزء اللي فات دوت قبل ما ناخد بريك؟ هو بس انا مش سؤال في الكونتنت نفسه، بس انا كنت عايز اعرف اسم الاكستنشن اللي رزقه على الفي اس كود بس عشان اعرف اعمل كود بنفسي يعني بعد كده. الكود بنفسك بعد كده، انت مفيش اكستنشن تنزلها عشان تعمل الكود بنفسك بعد كده، يعني انت اول ما تنزله تقدر تشتغل عادي زي ما انا بشتغل كده. يعني ما فيش مثلا اكستنشن ال HTML مثلا او سي اس اس كده خالص؟ لا يعني هو دي حاجات بلت ان جواه، يعني انت هو اول ما بيبقى فيه تحفظ اكستنشنز البرنامج بس بتظبط الانتليسنس بتاع الريكوجنيشن على طول، بس هو هتلاقيه بيعمل لك ريكومندد على طول، اول ما تلاقيك اشتغل اتش تي ام ال بيقول لك نزل الاكستنشن ده، هينزله لك لوحده على طول. تمام. ممكن، او ممكن لو انت فعلا لقيت، يعني لو انت بتنزل انت هتلاقي كل شويه بيعرض لك مثلا تحديثات جديده ليه، فلو في مثلا اكستنشنز ضروريه ممكن فعلا هو يسطبها لك. بس يعني انا اول ما نزلته وشغال عليه بقى لي فتره كبيره جدا يعني، ففي حاجات فعلا هو بيعمل لي فيها ريكومنديشن وفي حاجات لا، يعني زي ما انت شفت كده وهتشوف بعد كده، هناخد دلوقتي يعني بعد البريك تاج هتلاقي هو بيعمل لك ريكومنديشن فعلا. تمام شكرا. عفوا عفوا نرجع بقى نكمل، معلش احنا فاضل لنا خلاص جزء صغير جدا في ال HTML، هي طولت وشكلكم زهقتوا منها بس هو خلاص يعني قربت تخلص، يعني حاجة بسيطة جدا يعني. طيب هناخد حاجة اسمها الليست. طيب ايه هي الليست؟ احنا الليست هي ببساطة جدا لو احنا بصينا كده على السلايدز ديت، هي عاملة زي دي كده بالظبط، يعني بوينت تمام وقدامها جملة، بوينت وقدامها جملة وهكذا، هي دي الليست في ال HTML. طب دي احنا عندنا فيها نوعين، في حاجة اسمها الـ unordered list تمام، او في حاجة تانية اسمها الـ ordered list. ايه هي الـ unordered list ديت؟ هي دي اللي هي بالنقط ديت، ما ليه؟ لان هي ما فيهاش ترتيب معين.
يعني بعمل كده نقطه وبحطه قدامها حاجه وخلاص، ما فيهاش ترتيب معين. طب ايه هي الاوردرد ليست؟ الاوردرد ليست ديت بتبقى فيها ترتيب، يعني زي 1 2 3 A B C وهكذا. هي دي الاوردرد ليست والانوردرد ليست، بس كده. طب بنكتبها ازاي؟ بنكتب يو ال، تمام. يو ال دي اللي هي اختصار لكلمه انوردرد ليست، بناخد اول حرف بس من كل كلمه، تمام. طيب الليست اللي عندي جواها حاجه اسمها ليست ايتم، تمام. يعني كل جمله من دول او كل بوينت من دول اسمها ليست ايتم، تمام. فبتعمل ازاي؟ بكتب ال اي اللي هي ليست ايتم، تمام، التاج بتاعها. وليكن هنكتب HTML، تمام، ده اول بوينت بتاعتنا. بعد كده نعمل كوبي في ودي في دي، هنعملها مثلا CSS، دي مثلا تتعمل جافا سكريبت، تمام. بعد كده نسيف، نعمل ريلود، نفس الشكل بالظبط، نقطة قدام الكلمة بالظبط، تمام. طيب ناخد بقى النوع التاني اللي هو الاوردرد ليست. انا هشيل بس اليو واحط مكانها او عشان تبقى اوردرد ليست، بس كده. نعمل ريلود، بص هو ده الفرق بس، ان هي 1 HTML، 2 CSS، 3 جافا سكريبت، وهكذا، تمام. هي دي بس الفرق ما بينها وما بين ايه الان اوردرد ليست. طب دي حاجه احنا بنستخدمها في ايه الليست والان اوردرد ليست ديت؟ اكتر يعني اكتر استخدام ليها لما انت مثلا بتدخل على موقع، وليكن يعني بص تعالى ندخل على موقع كده عندنا جافا سكريبت مثلا، هات لنا ال MDN ده اهو زي دي كده بالظبط. اللي فوق ده عند اللي فوق ده عندي ده عباره على فكره عن ليست، تمام. انا بكتب الليست او البار بتاعي انا بكتبه في شكل ليست زي كده، بس بغير طريقه العرض بتاعته، بدل ما هو نقط كده لا انا بخليه ايه مفرود، يعني بخلي كله جاي ورا بعضه كده، وهنشوف ازاي ان شاء الله دي بتتعمل. فهو ده الاستخدام الاكتر بتاعها، يعني اللي احنا بنعملها في الناف بار. لو تلاقي في كلمه هوم تلاقي كلمه معينه هنا، تلاقي كلمه معينه اول ما تضغط عليها يوديك في ايه في مكان تاني وهكذا، ده الاستخدام الاكتر بتاعها يعني، تمام. طيب الليست خلصت كده، مفيهاش اي حاجه تاني يعني. طيب عايزين بقى ناخد حاجه مهمه جدا، وهو كونسبت يعني هو مش تاج جديد، ولكن عايزين نفهم ايه كونسبت حاجه اسمها الانلاين بلوك. طيب عايزين نمسح بس ده الاول، تمام، خلاص احنا مش محتاجين دوت. نعمل هيدر 1 مثلا، نكتب عليه فيرست، عارف كلمة فيرست دي معلقة معايا ليه، ونعمل مش خلينا نستخدم برضو نفس الكلمة كوبي، بعد كده في، وهنعمل ايمج، تمام، وندي السورس بتاعها ايمج ايش، تمام. نعمل برضو ايه ايمج، وان انا محضر صوره تانية برضو معانا اسمها سي اس اس، بس المره دي انا هكتب الاسم بتاعها لان هي في نفس الملف بتاع ال HTML، فهتبقى سي اس اس لوجو، تمام. طيب نعمل سيف ونعمل ريلود، نشوف بقى الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. المقاس بتاعها بيبقى كبير جدا، احنا ممكن نحددها بس نعمل لها ويدث 100، برضو نعمل لها ايه ويدث 100 بشكل مؤقت كده. ريلود اهو. طيب ملاحظين ايه بقى؟ ملاحظين ان كلمه فيرست ديت في ظهر تحتيها فيرست تاني، طب مش ما ده الطبيعي اللي احنا شفناه، تمام. بس هنا الصورتين دول ظاهرين جنب بعض، تمام. طيب اللي فوق دوت احنا بنسميه البلوك او خاصيه البلوك، كل تاج من دول ليه خاصيه اسمها البلوك. طب ايه البلوك ديت؟ البلوك ديت ان هما بيجوا ايه فوق بعض، كل عنصر بيجي فوق التاني، حتى هي واخده الاسم يعني من كلمه بلوك اللي هو العماره يعني بالانجلش يعني. بلوك برضو بيطلق يعني بيقولوا على العماره برضو بلوك، عشان هي عباره عن مجموعه من يعني الادوار مترصصه فوق بعضها كده، فده نفس الفكره برضو اللي انا عندي هنا، دي جمله ديت فوق الجمله دي، فعشان كده بنسميهم بلوك يعني، تمام. طيب دي بقى ديت بتتسمى الناين. الناين ليه؟ لان هم جايين على نفس الخط، لان ديت ما بتجيش تحت ديت، على الرغم من ان انا هنا كاتب له الايمج ديت المفروض تيجي تحت الايمج ديت، تمام. يعني احنا عارفين ان دي مارك اب لانجوج يعني، فالحاجه اللي انا بكتبها هي اللي بتظهر يعني، تمام. ولكن احنا عندنا ديت مكتوب هنا ايمج وهنا ايمج، ولكن اللي ظاهر لي هنا اتنين مترصصين جنب بعض، فديت خاصيه بنسميها الايه الانلاين، تمام.
طيب ايه هي مميزات ال ايه هي مميزات البلوك؟ البلوك الفكره بتاعته ان هو بياخد العرض بتاع الصفحه كلها، تمام؟ بس انا هنا مش شايف العرض بتاع الصفحه كلها، في حاجه عشان ايه توريك الشكل بتاع الكونتنت والطول بتاعه والعرض وحاجات تانية هنشوفها ان شاء الله قدام. ممكن تيجي هنا في المتصفح في جوجل كروم بالذات، وتيجي تقول له هنا ايه كليك يمين، بعد كده تدوس له حاجه اسمها انسبكت، ده هي اخر حاجه خالص ديت، تمام؟ طيب لو انا جيت هنا كده فتحت، هلاقي الكود بتاعي، اول ما افتح هلاقي الكود بتاعي اللي انا كاتبه فعلا في الايديتور هنا، هلاقي الكود بتاعي هنا، ده انا بقدر اشوفه هنا من الانسبكت. يعني لو انت فتحت اي موقع وعايز تشوف الكود بتاعه تحته هنا، هلاقي لما اجي بص عند ال H1 هنا هتلاحظ ايه، ان في زي مربع او مستطيل كده لونه ازرق كده علم على الفيرست، هتلاحظ بص ايه ان الطول بتاعه والعرض بتاعه نفس عرض الشاشه بتاعتي بالظبط، تمام؟ فانت لما تيجي تعمل عندك كده هتلاقي ان هو واخد العرض بتاع الشاشه بتاعته بالظبط. لو انا نزلت هنا عند الفيرست اللي بعده برضو واخد نفس الايه العرض، تمام؟ هو ده بس الفرق ما بين البلوك والانلاين، ان هو البلوك بياخد العرض كله، تمام؟ طب لو جينا احنا بقى عند الانلاين هنا هنلاقي ان هو واخد العرض بتاعه بس، تمام؟ زي ما انا حددته له، لو انا ضغطت اهو بص مكتوب هنا 100%، لو انت ملاحظ فيه هنا كده سهم كده من فوق مكتوب عليه ايمج 100%، ان هو واخد فعلا الحجم بتاعه. هو ده بس الفرق ما بين الانلاين والايه والبلوك. يبقى تاني ان الانلاين الاثنين بيتعرضوا بجنب بعض، البلوك واحده بيتعرضوا ورا بعض يعني فوق بعض كده، تمام؟ بس كده هو ده الفرق بس ما بين الانلاين والبلوك. طيب هل دي هتفضل كده على طول؟ لا، احنا ممكن نعدلها بعدين. استخدام السي اس اس ممكن نغير البلوك يبقى انلاين، وممكن الانلاين يبقى بلوك، كل حاجه يعني كل حاجه تخطر في بالك بتعمل بالسي اس اس، يعني ان شاء الله هنعرفها قدام. طيب دي فكره الايه الانلاين بلوك، تمام؟ طيب هنبدا بقى نشتغل على الريجستريشن فورم اللي احنا عملناه. طب ايه ده، انت قلت لنا لسه في سي اس اس، ما احنا ايه هنعمل ايه؟ هنطبق الفكره، يعني هنبدا نعمل الريجستريشن بيج بتاعتنا، وفي نفس الوقت هنتعلم السي اس اس، يعني هنطبق عليهم هما الاثنين. طيب عايزين بقى نمسح ديت. طيب بس قبل ما نتعلم الريجستريشن بيج، في تاجز مهمه عايزين بس نعرفها، وهي الانبوتس. وهي الايه الانبوتس؟ طب ايه هي الانبوتس ديت؟ الانبوت ديت احنا لغايه دلوقتي بنتعامل يعني بتحط صوره بتحط لينك وهكذا. طب نفرض بقى انت زي كده شاشه الفيسبوك لما بتاخد منك اليوزر نيم والباسورد وكده، طب انا عايز اعمل دوت، انا عايز فعلا اخد داتا بقى من اليوزر اللي هو شغال عندي، اللي هو شغال على الصفحه ديت، اعملها ازاي؟ بعملها عن طريق تاج اسمه الانبوت. الانبوت تمام. بعد كده بقفل الايه، بعد كده بقفل التاج، هلاحظ ان هو من النوع اللي هو ايه ملوش كلوزنج تاج، هو تاج واحد بس، تمام؟ طيب الانبوت دوت ليه انواع، الانواع دي انا بحددها على اساس ايه؟ ازاي بحددها؟ من اتريبيوت اسمه تايب، يعني انا هكتب كده تايب، تمام؟ اهو عشان كان في حد بيسال اللي هو الريكومنديشن او الاوتو ريكومنديشن، اه بص هو جابها لي هنا في الانبوت، عشان الانبوت فيها حاجات كتير، يعني هو هتلاقيه بيجيبها في حاجات وما بيجيبهاش في حاجات تانية، تمام؟ بيجيبها في حاجات ايه اللي هي يعني حاجات معينه او حاجات محدده، يعني انا مش عارف ايه سبب ان هو ما جابهاش في الثانيه، بس يعني دي جابها لنا اهي. فاحنا عندنا هنا بص كل دي تقريبا تايب بتاعت الانبوت، اي انبوت ممكنه ممكن تتخيلها موجوده هنا في الانواع ديت. طب احنا هناخد بس كذا واحد كده بسيط نتمرن عليه، اللي هو الانبوت التايب بتاعه اسمه تكست، تمام؟ طب ايه هو الانبوت ده تكست؟ طب لو عملنا ريلوك كده نشوف شكله عامل ازاي، اهو المربع دوت العادي نوع تكست، يعني انا اللي هكتب فيه ايه تكست، هياخد مني حروف وارقام، يعني لو كتبت مثلا اي حاجه او بياخد مني حروف وارقام من النوع اللي اسمه ايه، النوع اللي اسمه تكست، تمام؟ طب لو انا غيرت النوع بتاعه ناخد نوع تاني اسمه باسورد، تمام؟ يبقى اكيد يعني اكيد متوقعين ديت هتطلع ايه، يعني ما دام انا عملت له باسورد يبقى اكيد لما اجي اكتب هطلع لي ايه اللي هي النقط ديت بتاعت الباسورد، عشان انا هستخدمها كباسورد يعني، تمام؟ في نوع تاني اللي هو مثلا حاجه اسمها التشيك بوكس. التشيك بوكس ده اللي هو الايه اللي هو اللي بيبقى المربع الصغير دوت اللي هو انا بعمله صح او غلط، لو ضغطت هنا يعملوا لي صح، لو ايه لو ما ضغطتش هيعملوا لي ايه غلط، تمام؟ ففي انواع كتيره جدا احنا ممكن نستخدمها يعني.
نشتغل مثلا اللي هو الايه التكست دوت. في نقطه هنا اسمها الفاليو او القيمه بتاعت الانبوت ديت. طب انا دلوقتي لما باجي يعني انا لما كتبت دلوقتي اسم او كتبت مثلا حاجه في البوكس دوت تمام، طب ما هو البوكس دوت زي ما شفنا في الريجستريشن كده، افترض لما انا كتبت له يوزر نيم، هو خد اليوزر نيم بتاعي دوت وراح بعته للايه للسيرفر. طب هو جاب منين اليوزر نيم بتاعي دوت؟ انا كتبته له تمام. فالحاجه اللي انا بكتبها له دي هي القيمه بتاعه الايه بتاعه البوكس اللي موجود عندي دي اسمها الفاليو تمام. فانا لما بدي له هنا فاليو وباجي ابعتها، هو بياخد بقى الفاليو بتاعه الانبوت ديت وبيروح يبعتها على طول تمام. ففي هنا اتريبيوت اسمه ايه، اسمه فاليو تمام. الفاليو ده قيمه انا بديها للايه للانبوت كقيمه افتراضيه. بس انت ايه ده يعني، انت دلوقتي قلت لنا ان هو انا اللي بكتب له القيمه اصلا تمام، فانا ليه ادي له كقيمه في الاول كده؟ يعني انا دلوقتي لو قلت له مثلا فاليو بتساوي واحد، فانا كده بدي له قيمه افتراضيه اسمها واحد. طب بصوا بقى لما نيجي نعمل كده ريلود، ليه هنا كتب لي واحد على الرغم انا مش كاتب واحد تمام، بس دي تعتبر قيمه افتراضيه. لو انا ما ضغطتش حاجه، لو انا ما كتبتش حاجه او ما غيرتش القيمه ديت تمام، هي دي القيمه اللي هتتبعت. فده معناه لو انا مش كاتب الفاليو ديت تمام، فدي ده معناه ان هي مستنيه كده مني فاليو، يعني لازم اكتب فاليو ليها عشان هي تاخدها، عشان انا مش كاتب له فاليو افتراضيه. قيمة. طب انا ليه بكتب له فاليو كده؟ ليها اسباب كتيره. يعني ممكن تلاقي مثلا زي الجزء بتاع الجندر اللي هو بيبقى موجود في المواقع، تلاقي مثلا هو مفترض لك ان الجندر مثلا الافتراضي ميل، فلو انت مثلا سبتها زي ما هي فهتتبعت للموقع اساس ان هي ميل، تلاقي كاتب لك كده ام تمام. فانت لو ممكن تغيرها تخليها في ميل تمام، فلو انت غيرتها هتلاقي هي يعني القيمه بتاعتها بتتغير وبتتبعت بالقيمه الجديده، لو انت ما غيرتهاش هتفضل بالديفولت بتاعتها تمام. فهي ليها اسباب كتيره او فوائد كتيره يعني اللي انا اكتب له الفاليو ديت. طيب تمام، عايزين بقى ناخد حاجه كده اخيره بالنسبه للانبوت. طيب اسمه سبميت. ايه بقى معنى كلمه السبميت ديت تمام؟ السبميت ديت هي عباره عن زرار. يعني بص اول ما بضغط هنا يعني لما عملت ريلود جاب لي هنا زرار اسمه سبميت. ايه بقى معنى كلمه السبميت ديت؟ سبميت ديت هي بالظبط زي اللوج ان اللي موجوده في الفيسبوك كده. اول لما بضغط على اللوج ان بيعمل ايه؟ بياخد الداتا بقى اللي موجوده في الانبوتس ديت اللي هي موجوده فوقيها بيروح يبعتها تمام. يبقى السبميت دي بس هي مهمتها ان هي تاخد الداتا وتروح ايه بعتها للسيرفر اللي انا محدده له تمام. طيب جدا. طب احنا كده عرفنا ان ديت بتاخد الداتا وتبعتها للسيرفر تمام، اول ما اضغط تبعت للسيرفر. طب في هنا بقى مشكله، طب هي هتبعتها لفين؟ يعني انا مش محدد له مكان عشان تتبعت الكلام دوت اللي انا كاتبه في الانبوتس ديت تتبعت فيها، هتتبعت ازاي؟ جت هنا حاجه بقى اسمها الفورم. ايه هي معنى الفورم ديت؟ خلينا بس الاول نعمل كده كذا انبوت الاول، يعني قبل ما نعمل الفورم كوبي نعمل في نعمل في هنخلي مثلا دوت اسمه، نخلي ده مثلا النوع بتاعه تكست تمام، ونخلي النوع بتاعه ده باسورد، ونخلي ده سبميت تمام كده. طيب هنيجي هنا اقول له ايه؟ انا عايز لما اضغط على زرار السبميت الحاجات اللي موجوده في الانبوت ديت اللي هي موجوده فوق ديت تتبعت للسيرفر. طيب فلازم احدد له الحدود بتاعه الانبوتس ديت اللي انا عايز اخد الداتا منها. احددها ازاي؟ بحددها عن طريق تاج اسمه فورم. انا بكتب هنا فورم تمام، وبقفل التاج، باخد بقى اللي هو القفله بتاعت التاج ديت تمام، بحطها الناحيه الثانيه اساس يعني ان هم دول يكونوا موجودين جوه الفورم. ده كده معناه ايه بقى؟ لما انا اضغط على السبميت ديت الحاجه اللي موجوده في الانبوتس ديت هتتبعت. هتتبعت فين؟ في الفورم ديت. هتتبعت فين؟ في الفورم ديت. هي معناها حتى فورم اللي هي عامله زي الابلكيشن كده اللي هو انت بتملاها في مكان بتروح مسلمه تمام، هي عباره عن بيانات تمام، وبتروح انت مديها لشخص معين. طيب احدد له بقى المكان اللي هو يروح فيه ازاي؟ عن طريق لما اجي هنا عند الفورم في اتريبيوت اسمه اكشن. الاكشن هنا دوت انا بدي له القيمه، القيمه بتاعته دي بتبقى الايه اللينك بتاع الباك اند او الصفحه بتاعت الباك اند اللي الكلام ده هيتبعت له. زي ما خدنا في الاول كده ان هو بياخد الداتا بتاعه الريجستريشن وبيروح باعتها
ليه لينك موجود في الباك اند، فيعمل ايه بقى الباك اند ياخدها يعمل لها ايه مانيبيوليشن، بعد كده يروح يتاكد منها من الداتابيز زي ما احنا خدنا كده بالظبط. تمام. طيب هو الكلام ده دلوقتي اوت اوف ذا سكوب بتاعنا لان الكلام ده خاص بالباك اند. تمام. فاحنا مش مهتمين بالنقطه دي دلوقتي. دي ان شاء الله انت هتاخدوها بالتفصيل في الباك اند باذن الله، وفي اتريبيوتس تانية كمان هتدرسوها، ولكن انت بس ما عليك اللي انت تعرف دلوقتي ان في حاجه اسمها فورم، والفورم ديت انا بحدد بيها مجموعه الايه الانبوتس اللي انا ايه اللي انا عايزها تتبعت. تمام كده بس. طيب يا جماعه احنا كده معلش نقطه كمان بس قبل ما نخلص بس ال HTML، وهي انا دلوقتي لما باجي اعمل ريلود الاحظ ايه ان الانبوت بتاعي دوت انا كيوزر داخل دلوقتي لقيت المربعات دي قدامي، انا مش عارف المربعات دي بتعبر عن ايه، يعني هل دوت مثلا بيتكتب لو انا لقيته تكست كده، طب هل ده ليه يوزر نيم ولا ادرس ولا ايه بالظبط، هو طالب مني ايه، فانا ما اعرفش. تمام. طب اعملها ازاي ديت؟ ببساطه جدا اجي قبل كل انبوت واديله حاجه اسمها ليبل. ليبل دوت اللي هو عنوان بتاعه او انا الانبوت ده بيعبر عن ايه. تمام. فهاجي هنا اعمل ليبل، الليبل دوت هكتب مثلا اول واحد ده يوزر نيم. تمام. هتبقى يوزر نيم. تمام. لما اجي اسيف اعمل ريلود اهو، بس حط لي كلمه يوزر نيم جنب الانبوت ده، فانا كده كيوزر فهمت ان دوت عباره عن اليوزر نيم، هو طالب مني اليوزر نيم بدل ما كنتش عارف حاجه. طيب انا عايز الباسورد دوت. تمام. اقول ان دوت الباسورد، فاعمل ليبل هو كمان بيقول لي ان ده باسورد، فلما اجي هنا كده اعمل ليبل. تمام. اسميه ايه؟ باسورد. اسميه باسورد. ده اعمل ريلود كده. تمام جدا، هو كده كتب لي ايه يوزر نيم وادي باسورد، فانا كده كيوزر فهمت ان دي ايه، دي عباره عن اللي انا اكتب هنا اليوزر نيم وهنا الايه وهنا الباسورد. طيب تمام جدا كده يا جماعه، احنا الحمد لله كده خلصنا ال HTML. شفتوا يعني سهل اهي. طيب احنا قبل بس ما ندخل بقى الجزء الجديد وهو ال CSS، ف عايز اعرف حد عنده سؤال في الجزء اللي فات دوت. لا تمام مش مهندس. تمام. طيب تمام. طيب تمام جدا، تمام جدا. طيب يا جماعه هندخل بقى الجزء الجديد بتاعنا وهو ال CSS. طيب احنا زي ما خدنا ال CSS في الاول ان هو بيبقى مسؤول عن الديكوريشن بتاع الصفحه عامه، ان انا اقدر احدد منه اللون، احدد منه نوع الخط، احدد منه الطول والعرض وهكذا، والاشكال ونوع الفونت وهكذا، حاجات كتيره جدا ممكن اعملها بال CSS. طيب عشان اكتب ال CSS في ثلاث طرق بتتكتب بيها ال CSS. تمام. طب خلينا نكتبهم هنا. طيب في حاجه يا جماعه بس ممكن برضو تزودوها المرجع بتاعكم، ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها كومنت في ال HTML. ديت ما بتترجمش او ما بتظهرش في الصفحه، ولكن كومنت ليا عشان ابقى فاهم بس ايه اللي كاتب، ايه اللي مكتوب هنا، او ايه اللي انا واصفه هنا دوت، يعني عشان لما ارجع له بعد كده. طب ده بيتعمل ازاي؟ بعمله عن طريق علامه الاصغر من، بعد كده بعمل ايه، بعمل علامه التعجب ديت، بعد كده هي علامه الناقص مرتين، بلاقيه هو كملها لي على طول. تمام. بعد كده انتر. طيب الكلام اللي انا هكتبه هنا وسط الكومنت دوت هو مش هيترجمه او مش هيظهر لي في الصفحه، ده بس جاست لي انا بس، يعني عشان ابقى فاهم ايه اللي مكتوب يعني. طيب احنا عندنا ثلاث انواع بيتكتب بيهم ال CSS. طيب اول نوع عندنا اللي هو الاكسترنال، اللي هو الاكسترنال. ثاني نوع عندنا اللي هو الانترنال. تمام. الانترنال CSS. طيب ثالث نوع عندنا حاجه اسمه الانلاين CSS. تمام. طيب احنا هنشتغل هنا على الانترنال سي اس اس الاول. تمام. وبعد كده في الاخر خالص هتلاقي يعني هنشرح ازاي نعمل سي اس اس دوت اكسترنال وانترنال. تمام. طيب احنا عايزين دلوقتي نبدا نكتب سي اس اس. طب هنكتبه ازاي بقى؟ هنيجي هنا في الهيد ديت ونعمل تاج اسمه ستايل. تمام. بعد كده نفتح الايه الستايل.
هنعمل ايه بقى؟ الستايل ديت هي اللي انا بكتب فيها السي اس اس، اي حاجه متعلقه بالسي اس اس هتتكتب هنا جوه جوه التاج بتاع الستايل دوت. طيب هكتب دلوقتي بس السينتاكس بتاعت السي اس اس، بعد كده هنشرح هي معمول او هنشرح هي معموله ازاي او نشرح كل جزء فيها. تمام، نكتب هنا الاول سيلكتور، بعد كده الاقواس، بعد كده البروبرتي، بعد كده عندنا value. تمام. طيب ايه بقى معنى الكلام اللي انا كاتبه دوت؟ طيب لو احنا جينا على اول كلمه خالص ديت، دي معناها سيلكتور. سيلكتور ايه هو السيلكتور دوت؟ من اسمها هي بتعمل سيلكشن او بايه، بتختار. طب انا هختار ايه بالظبط؟ انا دلوقتي زي ما قلت لك احنا بنعمل بنعمل ديكورات، بنغير حجم حاجه، بنغير لون حاجه. تمام. طب ايه هي الحاجه اللي انا اصلا عايز اعمل لها الستايل دوت، او هي الحاجه اللي انا عايز اغير لها اللون دوت؟ تمام، هي دي اللي انا بختارها بالسيلكتور. طب السيلكتور ده انا ممكن اكتب فيه ايه؟ اول حاجه عندنا احنا ممكن نكتبها فيه اللي هو اسم التاج بتاعي، بمعنى عايزين بس نشيل دلوقتي الفورم دوت، هنرجع له بعدين. تمام، هنعمل هنا هيد 1 مثلا اللي احنا خدناه، ونكتب فيرست، نكرر الكلمه ديت، ادي كوبي وادي في وادي في. تمام، ده فيرست مثلا. عايز دلوقتي اختار الايه، التاج دوت عشان اعمل له الستايل. يبقى انا اول حاجه بختار التاج اللي انا عايز اعمل له الستايل، فانا بشيل السيلكتور ديت وبكتب ايه، اسم التاج بتاعي، ادي اتش 1. تمام، دي معناها ايه؟ اللي هو اي حاجه اسمها اتش 1 عندي في الصفحه هيتطبق عليها الايه، الستايل اللي هيتكتب جوه دوت. تمام. طيب الجزء بقى تاني اللي هو البروبرتي. البروبرتي دي او هي الخاصيه، ايه هي الخاصيه؟ ده بقى اللي هيكون موضوع دراستنا عامه في السي اس اس في السيشنز اللي جايه عامه، اللي هو احنا يعني طول المحاضره هتبقى عباره عن بروبرتي، بندرس بروبرتي وبنشوف الفاليو بتاعت البروبرتي والفاليو بتاعتها. طيب ايه هي البروبرتي ديت؟ دي خواص، زي مثلا انت عايز مثلا تعمل اللون بتاع الخط، عايز مثلا تغير الخلفيه. تمام، فكل واحده ليها مسمى بتستخدمه وتدي له ايه، القيمه بتاعته على حسب ما انت عايز. تمام، طب هناخد اول بروبرتي معانا وهي الكالر. ايه الكالر ديت؟ اللي هي لون الخط اللي عندنا. يبقى اول بروبرتي معانا هي الكالر. بعد كده بعمل اللي هي الكولوم، بعد كده بعمل كولوم وبدلها فاليو. طيب الكالر احنا ممكن ندي الالوان، تمام، بكذا طريقه. اول طريقه عندنا وهي اسهلهم اللي انا اكتب له اسم اللون اللي هو وليكن ريد. كده قلت له كالر اللي هو اسم البروبرتي اللي انا عايزها، بعد كده كولوم، بعد كده ايه، قلت له ريد اللي هو اللون اللي انا عايزه. طيب لما نيجي بقى نعمل ايه، لما نيجي نعمل كده ريلود، بص هلاحظ ايه بقى، ان كلهم اتلونوا باللون الاحمر، فعلا اتلونوا باللون الاحمر، اديتها ايه، كالر. الكالر دوت اللي هو نوع الخط، اللون الخط. تمام، فانا كده لقيت ديت لونها احمر والباقي كله لونه احمر. طب ليه بقى كلهم لونهم احمر؟ لان انا ببساطه جدا قلت له اتش 1، قلت له اي حاجه قدامك اسمها اتش 1 تمام لونها لونها احمر. تمام كده. طيب نفرض انا دلوقتي مش عايز الونهم كلهم، يعني انا مش عايز دلوقتي الون اتش 1، انا عايز الون اول واحده دي بس، عايز الون الاولى والثانيه بس، وهكذا، مش عايز الونهم كلهم. طب اعمل ايه؟ طيب عشان اعمل الحكايه ديت لازم ادي لكل واحد فيهم، ادي لكل واحد فيهم كده زي علامه او اسم. تمام، بحيث لما اجي هنا اكتب الاسم دوت اقول له ايه، اي حاجه تقابلك او اي تاج يقابلك مع الاسم دوت لون لي الخط بتاعه لونه ايه، لونه احمر. طب الاسم ده احنا بنسميه ايه بقى؟ بنسميه كلاس. بندي لكل تاج فيهم كلاس او كلاس مثلا معين، واجي هنا اقول له بص اي حاجه بتشيل اسم الكلاس دوت لون لي اللون الخط بتاعها باللون الاحمر. طب ازاي بنكتب الكلاس ديت؟ باجي هنا برضو بعملها كاتريبيوت، بقول له كلاس، بقول له يساوي، ادي له اي اسم بقى، يعني مثلا انا عايز اول هيد دوت اسميه فيرست مثلا، مش عارف الكلمه دي معناها ليه بس معناها معايا ليه، بس هنسميها فيرست مثلا. تمام، اجي هنا بقى اقول له ايه، اقول له دوت فيرست دوت ديت اللي هو ايه، انا هعمل سيلكشن عن طريق الايه، عن طريق الكلاسز. تمام، فانا بقول له كده اختار لي الكلاس اللي اسمه فيرست ولون لي الخط بتاعه باللون الاحمر. تمام، طيب لما اجي بقى اعمل كده ريلود ايه اللي هيحصل؟
هتلاقي بس ان اول واحد بس هو اللي بقى لونه احمر، الباقي كله نفس اللون الديفولت بتاعه اللي هو الاسود. ليه؟ لان انا اخترت اول واحد بس. طب نفرض بقى انا عايز الون ده كمان معاه اللي هو التالت ده باللون الاحمر، ببساطة جدا اجي هنا اديله كلاس ايه فيرست، تمام؟ فكده ايه اللي هيحصل؟ هقول له هنا ايه، لوني كل اي حاجة قدامك باللون الاحمر، تمام؟ اسف، اي تاج قدامك عنده الاسم اللي هو او الكلاس اللي هو اسمه فيرست، فهو يجي هنا يلاقي ان دوت عنده فيرست وده عنده فيرست، فهيلونهم لي باللون الاحمر. طيب لو جينا عملنا ريلود اهو، تمام كده عمل لي ده باللون الاحمر وده باللون الاحمر، تمام. طب لو انا عايز بقى ايه اعمل كلاس تاني، اعمل يعني ايه اللي ياخد الكلاس دوت يبقى لونه اخضر مثلا، تمام. فيكون هنسمي مثلا كلاس تاني اسمه سكند، تمام. نيجي نفتح اكواس ونقول له الايه، ونقول له الكالر بيساوي ايه جرين، تمام. وهاجي هنا عند التاني دوت واقول له ايه كلاس، اديله ايه، اديله كلاس اللي اسمه جرين، واجي هنا عند دوت اديله كلاس اللي اسمه ايه، اللي اسمه جرين. نريلود، سوري في حاجة غلط، معلش. كلاس سكند. سكند، سكند، اسف جدا، خليكم كده مصحصحين معايا كده عشان انا متوهش يعني. بقت لونها اخضر، تمام. فاحنا كده عرفنا طريقة ازاي اللي احنا نحدد حاجة معينة، ازاي نلون حاجة معينة عن طريق الكلاسز. الكلاسز دي مهمة جدا، نستخدمها كتير جدا بعد كده عشان نقدر نحدد عنصر معين نقدر نشتغل بيه، تمام. طيب ناخد طيب بروبرتي تانية وهي اسمها الباك جراوند كولر. طيب ايه هي الباك جراوند كولر ديت؟ من اسمها اللي هو الخلفيه، الخلفيه بتاعه البوكس اللي عندي او الخلفيه بتاعه الايه التاج اللي عندي. طيب انا دلوقتي عملت هنا كولر، لو انا عايز اضيف بروبرتي جديده في نفس الكلاس اعمل سيمي كولون ببساطه جدا، بعد كده انزل اكتب الايه البروبرتي الجديده. طيب البروبرتي الجديده اللي عندي اسمها ايه؟ اسمها باك جراوند كولر. طيب انا عايز مثلا الاولاني دوت هو خط لونه احمر، فانا هلونه مثلا اخضر، تمام. نعمل الباك جراوند بتاعه اخضر. طيب لو رحنا كده رجعنا اهو، تمام. شفت؟ تلاحظ ايه بقى؟ ان هو لون الباك جراوند بتاعه البلوك كله. فاكرين في الانلاين والبلوك لما قلت لكم ان البلوك بياخد العرض بتاع الصفحه كلها، تمام. فهو هنا فعلا لون لي العرض بتاع الصفحه كلها، ادي البلوك اهو كامل اتلون باللون الاخضر، تمام. ديت بروبرتي جديدة. طيب ناخد بروبرتي تانية. البروبرتي التانية حاجة اسمها المارجن، تمام. ناخد المارجن. طيب ايه هي المارجن ديت؟ المارجن ديت ترجمتها هي الهوامش الخارجية بتاعة العنصر. طب ايه معنى الهوامش ديت؟ انت لما بتبص على لما بتبص على صفحة مثلا انت كاتبها بالوورد بتلاقي فيه هوامش موجودة كده في الجنب كده، بتبقى مسافات او فراغات، تمام. دي اسمها هوامش جانبية للصفحة، تمام. هي دي نفس الكلام برضو بالنسبة للعنصر، دي اسمه مارجن او الهوامش بتاعت الايه، بتاعت العنصر، تمام. هنلاحظ هنا قبل بس ما نضيف هوامش، هنلاحظ هنا ان هو لازق في الصفحة، يعني هو مش لازق في الصفحة وعنده هوامش بسيطة جدا صغيرة جدا من الجنبين اهو، في هامش هنا او مسافه من هنا، في مسافه من هنا، وفي مسافه من هنا، وهكذا من ايه، وهكذا من هنا، تمام. دي حاجات ديفولت كده. طب انا عايز بقى اضيف له انا ايه هامش من عندي، فبكتب مارجن، تمام، وبكتب ايه 100 بيكسل، تمام. للاضافه بس عشان عشان دي احنا هنستخدمها كتير، تمام. في فيديو ان شاء الله هينزل لكم عن عن المقاسات او الاطوال، عشان في طبعا طرق كتيرة احنا بنقدر نحدد بيها المقاسات والأطوال، بس عشان هيطول شرحها فاحنا مش هنعرف نغطيها في سيشن، في السيشن ديت كاملة يعني. فان شاء الله بعد ما نخلص السيشن هنزل لكم ان شاء الله فيديو يبقى مناسب تفهموا منه يعني تقريبا جميع انواع الأطوال اللي موجودة وازاي تقدر تحددها يعني، تمام. طيب احنا لما بنيجي نكتب المقاسات بنكتب مثلا جنبيها الوحدة بتاعتها، يعني احنا هنا بنستخدم 100 بكسل، يعني انا بقول له ايه، بقول له اعمل لي مارجن للعنصر دوت 100 بكسل، تمام. خلينا بقى نشيل ديت، احنا مش عايزين ديت، تمام. خلينا بس نشرح على اول واحد. طيب لو قلنا هنا ريلود اهو، بص خد بالك ايه، ان هو قبل الريلود كان لازق هنا في الصفحة، بعد الريلود بعد شوية جدا. طب ايه اللي حصل بقى؟ ان هو كده بقى عنده مسافه هنا 100 بكسل ومن هنا 100 بكسل
ومن هنا من العنصر اللي بعده 100 بكسل ومن هنا برضو خد 100 بكسل. تمام، هي دي الفكرة بتاعت المارجن، هو هوامش ايه هوامش خارجية. طب يجي واحد مثلا يقول لي طب انا مش عايز هنا 100، انا نفرض انا عايز من هنا 5 وعايز من هنا مثلا 17 بكسل وهكذا، عايز اخصصها. طب اعملها ازاي؟ دي بقى نعملها عن طريق اللي احنا نكتب المارجن ديت على اربع سطور. بكتب هنا ايه سطر وليكن هنا مثلا 100 بكسل، تمام، بكتب هنا 100 بكسل، تمام، وبكتب هنا 100 بكسل، بكتب هنا 100 بكسل، تمام. طب ايه معنى بقى الكلام دوت؟ ليه انا كتبتها كده بالشكل 4؟ انا بكتبهم 4 عشان دي بتمثل لي الجوانب بتاعه العنصر بتاعتي. اول قيمه ديت اللي هو المارجن من الفوق اللي هو التوب، توب مارجن، تمام. طيب القيمه ديت هي الرايت مارجن، القيمه ديت هي البوتوم مارجن، القيمه ديت هي الليفت مارجن. طب انت عشان ما تتلخبطش او تحفظها بسرعه، في طريقه بسيطه جدا هي ماشيه مع عقارب الساعه، بس بتبتدي منين؟ بس بتبتدي من فوق. يعني اول قيمه هتكون هي الطب، تاني قيمه هتكون هي الرايت، تالت قيمه هتكون هي البوتوم، رابع قيمه هتكون هي الايه، هتكون هي الليفت. يعني ماشيه كده مع اتجاه عقارب الساعه عشان ما تنساهاش، تمام. طيب انا عايز اعمل ايه؟ اول واحده 100 بكسل، عايز اعمل ايه من الرايت؟ عايز اعملها 10 بكسل بس. طيب من البوتوم اللي هي من تحت عايز مثلا اعملها 50 بكسل، وعايز اعمل من الليفت وليكن 5 بكسل بس، تمام. واسيف واروح اشوف بقى ايه اللي موجود كده. ابص هتلاحظ ايه؟ ان كل المقاسات هنا اختلفت، ديت خدت هنا مارجن هنا مختلف عن المارجن دوت، مختلف عن المارجن ده، وهكذا، تمام. دي احنا كده ببساطه جدا قدرنا نحدد قدرنا ان احنا نعمل مارجن في الاتجاهات اللي احنا ايه محتاجينها، عشان لو واحد عايز يعمل مارجن في اتجاهات مختلفة. طيب سهلة يا جماعة. هناخد بقى ايه اخر حاجة معانا ان شاء الله، وهي البادنج. البادنج ده سهل جدا، هو نفس المارجن بالظبط، بس الفرق ان البادنج هوامش داخلية، يعني المارجن هوامش خارجية بتعمل لي مسافات من بره، البادنج بتعمل هوامش داخلية او من جوه. طب ازاي دوت؟ هنكتب بادنج، تمام، تمام، بادنج، والقيمه بتاعته برضو نفس الايه نفس المارجن. هنجرب اول حاجه 10 مثلا ايه بكسل ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي عشان بس نفهم الفكره بتاعتها. وعملنا ريلود اهو، هتلاحظ ايه؟ ان الصندوق بتاعي كبر شويه من جوه، يعني في مسافه اتخذت هنا من بره، في مسافه اتخذت هنا من جوه، تمام، وفي مسافه من هنا، وفي مسافه من هنا، وفي مسافة كمان من هنا. ده بقى اللي بنسميه المارجن او الايه الهوامش الداخلية، تمام. ده نفس الكلام برضو، هو لو ما اديتلوش 4 values بيعملوا على كل الجوانب لوحده، صح؟ بالظبط، اه بالظبط، بياخدها على كل الجوانب، يعني عشان اختصارا يعني الكل. ممكن على فكرة لو انت كتبت نفس القيمة على 4 مرات هيدي لك نفس النتيجة برضو، تمام، بس هو اختصارا ان انت بتكتب قيمة واحدة بس عشان يعني ايه كله يبقى زي بعضه، تمام. طيب نفس الكلام برضو في البادنج، لو انا ممكن نعملها زي المارجن كده بالظبط، برضو انا ممكن ادي لكل واحده فيهم المقاسات بتاعتها، ولكن 5 بكسل مع 5 بكسل 11 بكسل. لو سمحت معلش ممكن بس حاجه صغيره بس، هو ممكن مثلا قبل حضرتك تعمل اللي هم الاربعه مارجنز، تعمل مارجن واحده بس تكون كبيره شويه عشان تبان، لان 10 بكسلز مش باينه قوي، يعني انا مش عارف فجأة كده مش عارف اوضح الفرق بين البادنج والمارجن خالص كده بال 10 بكسل، تمام. طب تقل مثلا 50 او 100 مثلا. حاضر، تمام ماشي، تمام، حاضر، شكرا، عفوا عليك. خلينا مثلا نمشي ب 100 برضو، تمام، 100. خلينا بس نلغي بقى المارجن ديت، ممكن نعملها مثلا ايه 10 بكسل، حاجه بس بسيطه صغيره كده. بعد كده هناخد هنا البادنج نعمله هنا 100 بكسل، هنا 50 بكسل نصها، هنا 10 بكسل عشان تبقى واضحه بالنسبه للكبار دول، تمام، وهنا مثلا 70 بكسل، اخليها 80 بكسل. ده نيجي نعمل ريلود اهو، هتلاحظ ايه بقى؟ ان من الجنب هنا في مقاس من فوق هنا، بص خدت 100 بكسل اهو زي ما احنا كتبناها. طب بس انا مش شايف اللي موجود هنا ديت، انا مش شايف البادنج اللي موجود هنا ديت، عشان لو حد بيسال. طب اشوفها ازاي؟ عن طريق اللي انا اعمل انسبكت. لما اجي هنا اعمل انسبكت، هاجي عند العنصر ده واقول له انسبكت،
تمام. بص هنزل هنا في الخانه في الشاشه اللي هي موجوده على اليمين ديت، هنزل تحت هلاقي كده زي مربع تحت، تمام. المربع اللي في النص دوت اسمه الكونتنت، او بيظهر لي الكونتنت اللي هو اللي مكتوب فيه الكلام اللي بتاع التاج الاصلي. المربع اللي حواليه دوت اسمه البيدنج اهو، شفت ده البيدنج اللي احنا عاملينه، لما هتلاقيه تلون بالايه، بالاخضر الخفيف كده شويه، تمام. في المربع اللي فوقيه حاجه اسمها البوردر، ان شاء الله ده هناخده باذن الله المحاضره الجايه. وفي اللي بعديه اسمه المارجن. بص انا اول ما جيت عند المارجن هنا لون لي لون، لون لي لون ايه، بص هتلاقيه لون لي لون كده زي ايه، احمر كده شويه حوالين حوالين الشكل عشان يوضح لك المارجن المقاس بتاعه قد ايه. وهتلاقيه مكتوب اهو هنا في مارجن 10 زي ما احنا محددينها له بالظبط، في هنا مارجن 10 وفي هنا مارجن 10 وهكذا. طب لو جينا هنا عند الجزء بتاع البادنج، بص هتلاحظ ايه، ان مكتوب من فوق بادنج 100 زي ما احنا محددينها بالظبط، بعد كده في هنا بادنج 50 وهنا 10 وهنا 80 زي ما احنا ايه محددينها بالظبط، تمام. هتلاحظ هنا فعلا ان البادنج اللي من هنا مختلف عن البادنج الايه اللي من هنا، تمام. بس هو ده ايه البادنج، يعني هو ده الفرق ما بين البادنج وما بين المارجن، ان البادنج هوامش داخليه والمارجن هوامش ايه، المارجن هوامش خارجيه، تمام. طيب في مشكله كده يا جماعه بالنسبه بالنسبه للستايلز ديت، في اي مشكله بالنسبه لها؟ اتفضل. هو انا عندي سؤال صغير معلش. هو دلوقتي لو مثلا لو انا اصلا ما عملتش باك جراوند كولر، فكده البادنج والمارجن ممكن يبقوا هما نفس الحاجه اصلا؟ مش هتعرف تفرق ما بينهم، يعني انت دلوقتي لو فصلت مثلا، يعني مش هنعمل مثلا باك جراوند كولر، انت قصدك يعني ايه عايزين نفصلها، تمام. لو انا ريلود هي موجوده اهي، تمام، بس مش هتعرف بقى تفرق فين المارجن وفين البادنج، يعني انت عندك كل اللي حواليها لونها ابيض، هما يعتبر الموشن والبادنج هيتجمعوا على بعض كده اصلا، هو نفس اللون لا مش لا لا مش هيتجمعوا على بعض، تمام. هو عشان الخلفيه لونها ابيض فمش باين، انما لو لا جينا لا انا فاهم، انا قصدي ان هما يعتبر يعني ان هما يعني هيبقى فيتيكال يعني ان هما هيتجمعوا على بعض، يعني هو كانها هي حته بيضه هتتجمع على حته بيضه، مش بالظبط باك جراوند كلر بالظبط اصلا. بالظبط. بس هي يعني بس هي المفروض ان هو في المضمون اصلا، لا هي دي حاجه ودي حاجه. دي حاجه ودي حاجه، مظبوط. تمام. عشان كده يعني انا فضلت ان انا اشرح الباك جراوند كولر الاول عشان يبقى فيه تشوف الفرق ما بين المارجن وما بين البادنج ايه، عشان لو عملت دي لوحدها ودي لوحدها يعني الدنيا تدخل في بعضها مش هتفهم ايه الفرق ما بين الاثنين، تمام. تمام. شكرا. العفو، عفوا. طيب احنا كده الحمد لله يعني خلصنا الجزء بتاع السي اس اس الحمد لله كده. حد عنده اي اسئله بالنسبه لي بالنسبه للجزء دوت، عشان قبل ما ندخل بقى في التطبيق العملي، يعني هناخد تطبيق كده بسيط نعمل الجزء بتاع الريجستريشن بيج. حد عنده اي اسئله؟ طيب تمام، طيب تمام جدا. ماشي. نديكم بس شكل الايه، شكل الريجستريشن بيج اللي احنا عايزين نعملها قبل ما نبدأ فيها. Websites, projects, login page. ايه، واحنا ان شاء الله هنعمل حاجه زي كده، يعني ساين اب بيج كده بالالوان وبالشكل، تمام. يعني هنبنيها ان شاء الله من الاول، احنا مش هنخلصها في السيشن ديت، ولكن هنعمل جزء منها في السيشن ديت وجزء منها ان شاء الله السيشن اللي جاي لما ناخد بقى الكومبليت سي اس اس كامل يعني، تمام. فالمفترض يعني ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه زي كده باذن الله في نهايه السيشن اللي جاي. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ساين اب بيج بسيطة جدا، ده لوجن بيج اهو، ده يوزر نيم اهوت، باسورد، كونفيرم باسورد، الايميل عشان تكتب الايميل بتاعك، اهو الجزء بتاع الجندر اللي انا كنت قايل لكم عليه، اهو اول ما تضغط هنا هيظهر لك مثلا في ميل او ميل، ده البيرث ديت عشان تحدد منه التاريخ، طبعا جزء الامنوت روبوت اللي بتبقى موجودة في جميع المواقع. هو في هنا زرارين بس ثانية واحدة بس عشان مظهرين، نصغر بس الشاشة شوية. في هنا زرارين، دي ريسيت، ريسيت اللي هي عشان لما تكتب مثلا مجموعة من عايز تكتب مثلا بعد ما تكتب، تمام، وعايز انت يعني في معلومات غلط وعايز تفضي الشكل بتاعك دوت عشان تملى بيانات جديدة، فتقول له ريسيت هنا فهو بيمسحها لك وتعملها من اول جديد. وفي هنا طبعا ساين اب عشان طبعا اول ما تخلص تدوس له ساين اب فايه تبدأ تسجل بيها.
فاحنا باذن الله هنعمل حاجه زي كده يعني. طيب نبدا بقى نشوف هنعملها ازاي. طيب احنا اول حاجه خالص عندنا هنعمل فورم، يعني زي ما اتفقنا احنا هنعمل كل الحاجات دي تعتبر ايه في فورم. فهعمل فورم عندي، اعمل فورم تمام. طيب اول حاجه هنعمل ايه، هنعمل الليبل. الليبل هندي له اسم يوزر نيم، ندي له اسم يوزر نيم تمام. بعد هنعمل انبوت، بعديه الانبوت اللي بعديه دوت هنسمي الانبوت اللي بعديه هيكون طبعا التايب بتاعه تكست. بس احنا دلوقتي لما شفنا الانبوت المره اللي فاتت كانوا كل كان يعتبر نوع انلاين فبيلزقوا جنب بعض، بس احنا في النوع بس احنا في الصفحه بتاعتنا احنا مش عايزينهم جنب بعض، احنا عايزينهم تحت طبعا تحت بعض. طب هنعملهم ازاي كده؟ ببساطه جدا هنيجي بعد كل انبوت ونعمل بي ار او البريك، يعني هنعمل بريك. بكرر بقى الكلام دوت، اقول له كوبي اي في مثلا في. تاني حاجه عندنا الباسورد، بعد كده ده باسورد تمام. بعد كده عندنا ده كونفيرم باسورد، ده كونفيرم باسورد، ده برضو هيبقى النوع باسورد برضو تمام. تاني نوع عندنا وهو الايميل، الايميل تمام. في هنا نوع تايب من الانبوت اسمه ايميل مخصوص تمام، اسمه الايميل، هو بيبقى مختص لما انا اكتب الايميل تمام. طب ليه؟ طب مش الايميل ده يعتبر تكست؟ هو يعتبر تكست اه، بس ده بيتميز بميزه ان هو يعني ميزه حلوه قوي كده، لو انا ما كتبتش الايميل او لو انا غلطت مثلا في كتابه الايميل بيقول لي لا ده انت غلطت في كتابه الايميل ولازم تعيد كتابته تاني، العكس التكست. التكست هو ما بيهتمش ايه اللي مكتوب، هو بياخد التكست وبيبعته زي ما هو، انما ديت انا بقول له اللي انا هكتبه دوت يعتبر ايميل عشان تاخده ايه زي ما هو. طيب نعمل هنا برضو ايه انبوت تاني، نعمل انبوت للجندر، نعمل انبوت للديت اوف بيرز مثلا، نكتب مثلا بيرز ديت تمام. ديت هيبقى نوع ديت. ليه نوع ديت؟ عشان هو بيعرض لنا الشكل بتاع التاريخ كده بشكل افضل، اقدر اختار منه التاريخ وهكذا تمام. واخر حاجة عندنا اللي هو الجزء اللي هو بتاع اللي هي الامنوت روبوت، دي ده الانبوت بتاعتها ايه، يعتبر تشيك بوكس تمام. فديت هنعملها ازاي؟ اعمله مثلا اكتب هنا امنوت روبوت، امنوت روبوت والتايب بتاعه هيبقى تشيك بوكس. نشوف كده الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي اللي احنا عملناه، هيبقى بشكل مبدئي بالايه بالشكل ده كده. لو احنا عندنا يوزر نيم، عندنا باسورد، عندنا كونفيرم وهكذا، واللي هي الايه الامنوت روبوت. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا اللي احنا نعمل اللي هو زرار الريسيت ونعمل زرار الايه الساين اب تمام. طيب نعمل انبوت، نعمل زرار الريسيت الاول، ادي انبوت، ادي التايب. التايب بتاع زرار الريسيت هو اسمه ريسيت ذات نفسه تمام، اهو ادي ريسيت. بعد كده هنعمل انبوت تاني، طيب زي ما خدنا اسمه سبميت، هو بتاع الايه السبميت تمام. عملنا ريلود اهو تمام كده، كده ظهر لنا بقى جاب لنا ايه، ادي اليوزر نيم، بعد كده جاب لنا الباسورد، بعد كده الكونفيرم باسورد وهكذا، والريسيت والسبميت. يعني هو شكل مقرب شويه من دوت، بس يعني زي ما قلنا احنا عملناه الاول بال HTML اللي هو كشكل بس كده مبدئي او البنيه بتاعتي انا عايز اعمل ايه بالظبط تمام. والسي اس اس المفروض تدخل بقى بعد ما ان شاء الله هنستخدمها المحاضره الجايه، هنبدا بقى ان احنا نظبط الايه الكلام ده كله ونديله بقى ايه الوان ونبدا بقى نظبطه في النص
وندي له فونت كده كويس يبقى النوع بتاع الفونت كويس، ونغير الاحجام شويه فهتبقى شكلها لذيذ ان شاء الله، وهنعملها زي الايه زي الصفحه ديت. معلش قبل ما نخلص احنا كنا قايلين بس هنشرح الفرق ما بين الانترنال والانلاين والاكسترنال، هي دي بس الحاجه الاخيره. طيب معلش احنا شرحنا الانترنال. ايه هي الانترنال؟ الانترنال اللي احنا بنكتب الستايل جوه الهيد، انا بعمل هنا كده تاج اسمه ستايل وبكتب فيه الستايل بتاعي، تمام. طيب ايه هو النوع الانلاين؟ الانلاين دوت اللي انا باجي عند التاج اللي انا عايزه وبعمل الستايل فيه. طب ازاي ده انا بعمله؟ بعمله عن طريق اتريبيوت. ازاي بقى؟ باجي عند الليبل هنا واكتب الايه ستايل، ده اللي احنا استخدمناه في الاول بس قلت لكم ما تركزوش فيه دلوقتي، هنجيله بعدين. اكتب الستايل، من خلال الستايل ده بقى ايه بكتب نفس الكلام اللي انا كنت بكتبه فوق، بس الفرق هنا ايه؟ انا كنت بكتب هنا سيلكتور، كنت بكتب هنا ايه كنت بكتب هنا السيلكتور، تمام. بلاش نكتبها، مثلا كنا بنكتب السيلكتور بعد كده بنكتب البروبرتي بعد كده بنديله فاليو، تمام. طيب المره دي هنا بقى انا مش محتاج اعمل سيلكتور لان انا اصلا في التاج ده ذات نفسه، يعني مش محتاج هنختار مين، ما انا اصلا انا عايز اطبق الحاجات دي في التاج اللي انا فيه، فنكتب البروبرتس على طول، تمام. طيب هنكتب الكالر زي ما احنا كنا بنستخدمها بالظبط، البروبرتي بتاعت الكالر ونديله ايه ريد، تمام. اهو لو جينا عملنا ريلود اهو هلاقي دي لونها احمر، تمام. طيب ده بالنسبه لي اللي هو النوع الانلاين، ده اسمه انلاين ليه؟ عشان هو بيتكتب في نفس السطر بالظبط. يبقى انا كده عندي حاجتين، انا ممكن اعمل السي اس اس دوت عن طريق الانترنال ديزاين، الانترنال ديزاين اللي هو باستخدام الستايل، ممكن اعملها عن طريق الانلاين ديزاين اللي انا ايه اكتب نفس اكتب الستايل اللي انا عايزه دوت في نفس الايه السطر بتاع التاج اللي انا عايزه. طيب في نوع بقى التاني التالت بقى والاخير اللي هو الاكسترنال، وده طبعا الاكثر يعني استخداما واكثر تنظيما، اللي هو ايه بقى؟ اللي انا بعمل فايل من بره، تمام، بعمل فايل خارجي زي ال HTML كده بالظبط، تمام، بس بامتداد الايه السي اس اس، وبكتب فيه نفس الكلام اللي انا كنت بكتبه هنا، بس الفرق ان انا ايه بفصل ال HTML او ملف ال HTML بتاعي عن ملف الايه السي اس اس كطريقه تنظيميه تبقى شكلها افضل. طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي هنا عند الهيد، تمام. احنا خدنا في الاول ان انا ممكن اكتب جوه الهيد دي ايه اللينكات او الملفات اللي انا هربطها بالايه بال HTML، صح كده. طيب هنعملها ازاي؟ بعمل تاج اسمه لينك، تمام، وبديله اتريبيوت اسمه ريليشن او ريل، تمام. الجزء ده ستامبا، يعني مش لازم تعرف كل تفصيله او يعني دي عباره عن ايه ودي بتتكلم عن ايه بالظبط، عشان دي ستامبا اكتر، يعني انت هتكتبه زي ما هو كده وهتكتب له الجزء بتاع الريليشن ده او المكان بتاع السي اس اس ده فين وخلاص بس كده. فايه هي الريليشن هنا؟ انا بقول له ان اللينك دوت عباره عن ستايل شيت، او اللي انت هتربطه بالصفحه ده عباره عن سي اس اس، تمام. فبكتب له ايه ستايل، بكتب له ستايل ايه شيتس، تمام. طيب بعد كده الريليشن بكتب له ايه href. الشريف ديت عامله زي بالظبط اللي هو اللينك الانكر لينك، بس هنا بقى بكتب له ايه بقى؟ هكتب له برضو المسار بتاع ملف السي اس اس بتاعي. بيتكتب ازاي؟ نفس ما كنا بنكتب الايه الايمج بالظبط. طب هعمله ازاي بقى؟ هاجي هنا ملف عند هاجي هنا عند الملف بتاع ال HTML وهعمل نيو فايل، تمام، وهسميه برضو اندكس، خلينا نسميه index.css. انا كده فتحت ملف اسمه ايه .css. طب ده موجود فين؟ موجود في نفس ملف ال HTML، فمش محتاج ان انا ايه اتنقل ما بين الملفات، فيكفي ان انا اكتب له ايه index.css بس، اقفل القوس. بس انا كده ربطت الايه الملف دوت بالصفحه بتاعتي. النوع ده اسمه ايه؟ اسمه external. ليه؟ عشان انا بكتب الملفات بتاعت CSS بكتبها بره كطريقه تنظيميه. طب عايزين نجرب حاجه كده عشان نتاكد ان هو شغال، خلينا مثلا نشيل ديت ونديله كلاس، نديله كلاس مثلا نسميه يوزر، ونيجي هنا ايه دوت يوزر زي ما كنا بنعمل بالظبط، بس الفرق اللي انا فصلته يعني يوزر، ونديله ايه كلر بعد كده ايه ريد. نيجي بقى نعمل ايه ريلود. في مشكله، لحظه واحده، ال HTML ريفريشن ستاجيتس، ممكن دي تكون ستاجيت تقريبا عشان في فرق يعني. تمام، هي كانت ستايل شيت يا جماعه مش ستايل شيتس، عشان الحاجه دي بتفرق يعني.
انا ما عملت غيرتها بس الستايل شيت، هي ادتني نفس النتيجه بالظبط. تمام. طيب احنا كده اختصارا عرفنا ازاي اللي احنا بنكتب السي اس اس، عرفنا ايه هي السنتاكس بتاعها، عملنا جزء من الفورم ان شاء الله اللي احنا هنكمله باذن الله في السيشنز اللي جايه. وبس خدنا انترودكشن كده بسيطه، رب تكون يعني مناسبه، يعني مناسبه ووفقت في شرحها يعني بشكل افضل. فاللي عنده اي اسئله يتفضل يعني. يعطيك العافية. شكرا شكرا، بدي أسأل سؤال. تفضلي. هل جيت في إحنا لما جينا نعمل تاج الفور تاج الانبوت مظبوط إجا معاه أتريبيوت الفور، هذا الإيش يستخدم؟ الانبوت، الجزء بتاع الانبوت. صحيح. تمام. تمام. الاتريبيوت بتاع الفور دوت بستخدمه مع الانبوت عشان اقدر يعني اربط الليبل بالانبوت بتاعه. يعني انا مثلا اجي هنا اقول له ايه 4، اقول له 4 بيساوي بعد كده الاتريبيوت دوت، بديله هنا قيمه وليكن مثلا ايه 1. اجي هنا عند الانبوت دوت بديله اي دي، حاجه اسمها اي دي. تمام. بس الاي دي دوت ده رقم لازم يكون مش متكرر، لازم يكون لوحده هو اللي معاه الاي دي دوت. تمام. فانا هعمله هنا مثلا اي دي بيساوي 1، نفس اللي انا كتبته بالظبط في الفور. انا هنا بقى الترجمه بتاعتها ايه، بقول له ان الليبل دوت ليه العنصر اللي الاي دي بتاعه 1. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان دي مفيده بتفيدني اكتر في الجافا سكريبت ان شاء الله. لما ناخد الجافا سكريبت هنعرف ان الموضوع ده مفيد اكتر لو انا حبيت مثلا اجيب الانبوت دوت من الليبل بتاعه. يعني انا عندي اسم ليبل، ممكن اجيب الانبوت بتاعه ومن خلال الانبوت ده اجيب الفاليو بتاعته، اجيب الفاليو بتاعه الانبوت دوت، او العكس اللي انا عندي الانبوت تمام الاي دي بتاعه ممكن اجيب الليبل، الليبل بتاعه، وهكذا. ليها استخدامات كتيره طبعا جدا يعني، بس هي دي الاستخدام بتاعها الاساسي، يعني ان انا بربط كل ليبل بالانبوت بتاعه. بس جاست عشان الحته ديت يعني. تمام كده واضح. مفيده للاكسسبيليتي بتاعت الموقع اظن. تمام. الاكسسبيليتي بتاعت الموقع. طب سؤالنا، الداتا اللي باخدها انبوت دي بتروح فين؟ يعني انا كده مش عارف، مش بخزنها في حته ولا في اي حاجه كده، بتروح فين؟ ما ده جزء الباك اند. ده جزء الباك اند. اتفضل يا اتفضل. ايوه بالظبط، ده جزء الباك اند. هنشوف الفورم اكشن اللي كان عمر شرحه. في الاكشن دي بنحط اللينك او بيسموها الاند بوينت اللي في الباك اند بقى بتوصل له الريكوست فيها الداتا دي بقى، ونخزنها في الداتا بيز. يعني لازم يكون عندي داتا بيز عشان اعرف اشتغل اصلا، يعني او مانيبيوليت داتا وكالكوليت عليها واشتغل بيها براحتي يعني، صح؟ ما هو في أي موقع لو في فورم غالبا بقى بياخد المعلومات اللي جات في الفورم دي بيعمل بيها حاجة، يا إما يخزنها في داتابيز هو اللي عاملها يعني موجودة على السيرفر، ممكن يخزنها في داتابيز في الكلاود زي مثلا داتابيز تبع جوجل، ممكن يخزنها برضو في سبريد شيت عادي يعني، فمهم إنه بيخزنها في حتة يعني. تمام أوكي شكرا. طيب بالنسبة لكلمة فورم نفسها، هو دي ليها فايدة لو كتبناها عن لو ان احنا شلناها وخلاص؟ يعني ايه فايدة البلوك بتاع فورم نفسه؟ هو بس الفكرة بتاعته في الباك اند، يعني هي مش مفيدة هنا، او احنا مش هنستفيد بيها هنا بالنسبة للفرونت اند قد ما الاستفادة بتاعتها في الباك اند. لان انا زي ما قلت لك ان الفورم هنا انا بضيف له اتريبيوت اسمه اكشن، بضيف له يعني اتريبيوت اللي اسمه الاكشن دوت. ده ليه؟ عشان اقول له لما الداتا او لما انا اضغط سبميت تاخد الداتا اللي موجوده في الفورم ديت. تمام. نفرض انا عندي انبوتس موجوده تانية خارج الفورم، فهو مش هياخدها. انا بقول له لا، انت خد الداتا اللي موجوده داخل الفورم ديت وبعتها لللينك اللي انا بقيه بديه لك دوت اللي هو الباك اند. تمام. عشان يعمل نفس الفكره بتاعت الايه اللي هي زي ما قلت لك الفيسبوك كده، اللي هو بقى يروح للداتا بيز ويروح يتاكد الكلام ده صح ولا غلط، بعد كده يرد ايه، يرد عليك تاني. فهي دي فكرة الفورم، بس اللي انا بحدد في البلوك مثلا بتاع الداتا اللي انا عايز ابعتها. تمام تمام جدا شكرا. عفوا عفوا.
برضو في كمان حاجة إضافية في للفورم، لو أنت مش عاوز تضيف الأكشن يعني أو ما عندكش باك إند، أنت ممكن في عن طريق الجافا سكريبت، وهنشوفها قدام مع باشمهندس عمر، عاوز مثلا تقول له لما يحصل سبميشن للفورم دي اعمل لي أي حاجة في الصفحة، أو خد الداتا دي، تقدر برضو تاخدها عن طريق الجافا سكريبت، لما يحصل سبميت للفورم تعمل بالداتا دي اللي انت عايزه، ممكن تظهرها في الصفحة في مكان تاني لليوزر بأي حاجة عاوز تعملها يعني، هنشوفها قدام إن شاء الله. تمام شكرا. يعني حتة اللي هو لو عمل سبميت للفورم ممكن مثلا ينقله على صفحة تانية أو يعمله لوجن مثلا أو حاجات زي كده يعني؟ بالظبط. تمام شكرا. طب احنا الحمد لله خلصنا كده يا جماعة، يعني اللي حابب يخرج يتفضل، واللي عنده أسئلة يتفضل يعني، عشان لو في ناس حابة تخرج يعني. شكرا. عفوا عفوا. طيب معلش اخر سؤال بس، بالنسبه للبلوك بتاع اللينك برضه، هو ده بيستخدم بس لو عايز اربط ملف ال HTML بتاعي بال CSS ولا ليه استخدامات تانية؟ لا، هو ليه استخدامات تانية كتيرة كتيرة جدا الحقيقة يعني، حاجات تانية كتير قوي، بس هو ده يعني الاستخدام بتاعه يعني اللي احنا بنعمله بالنسبة للستايل شيت. في حاجات طبعا هنا بتتكتب تانية غير الريليشن، برضو عشان اقدر اربط الصفحة برضو بتاعتي بعناصر تانية، حاجات تانية غير عامة ال CSS يعني، ولكن احنا بس اديناه دلوقتي عشان تقدر تربط ال CSS بتاعك او الملف الخارجي بتاع ال CSS بتاعك بالصفحة يعني، بس هو ليه استخدامات تانية كتيرة يعني، زي الميتا كده يعني. الميتا ليه، في ميتا تانية انت ممكن تضيف ايكون بتاعتك للصفحة، تمام، بس احنا خدنا بس الجزء اللي احنا محتاجينه، والجزء اللي هو بيتكرر اكتر يعني. تمام جدا. عفوا.